من استديوهات التلفزيون العربي في اللوسيل، صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح النور لليوم السبت 5 أكتوبر 2024. وعلى الرغم من المجازر والدمار وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في لبنان وغزة، ونرحب بزميلتي عهد. وصباح النور يا عهد، بتمنى تكوني بخير اليوم. الحمد لله بخير، شكرا لك هبة. أيضا صباح الخير مشاهدينا الكرام. بالفعل مشاهد قاسية وغارات لا تتوقف. اليوم سنضيء على تعاضد اللبنانيين ومساعدتهم لبعضهم البعض في الحرب. نعم، لدينا أيضا موضوع عن كيف نحافظ على الإيجابية في زمن الحروب والكوارث أيضا. وأيضا تغيير شكل الحروب في عصر الذكاء الاصطناعي، موضوعنا اليوم في تكنولوجيا. نعم، ولدينا أيضا موضوع يعني يخص الأهل بخصوص أطفالهم، الفيتامينات متى يحتاجها الطفل وما هي تداعيات الإفراط منها. وأيضا عندنا فقرة الرياضة يا هبة، واليوم في فقرة الرياضة معنا المستشار الرياضي جون بيير فغالي. صباح الخير. صباح النور. شو حيكون موضوعنا اليوم؟ اليوم موضوعنا عن تخشن الورك. تخشن الورك، يعني إذا نحن كبرنا بالعمر وما كنا عم نعمل ليونة وتمارين لقلو، معقول اللي يتخشن نوصل لاستبدال الورك. موضوع مهم جدا، يعني خاصة موضوع الورك ولا حالات متقدمة. صحيح. أيضا رح ننتقل لمطبخ صباح النور. اليوم معنا شيف لبنى. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب. شو عنا اليوم؟ اليوم حنحضر مع بعض خبز بالثوم بكمية طحين قليلة، حنقدر نعمل منها كمية كبيرة، وكمان حنحضر مع بعض كعك بالسمسم. حلو، يعطيك العافية. إن شاء الله رح يكون لنا وقفتين معك شيف لبنى. هل الأكل بيأثر على الورك؟ أنا شايف زبدة وجبنة كتير، وإذا نصحنا أكيد بيأثر على الورك. حناخد تفاصيل منك أكثر خلال فقرة الرياضة. مشاهدينا، من إلى أخبار التواصل الاجتماعي الآن مع هبة، إليك. شكرا عهد، وشكرا جون بيير، وإلى جولتنا مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي. مع دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه 13، تصاعد القصف الإسرائيلي على عدد من المدن اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أعلن الاحتلال إلقاء طائراته الحربية 73 طنا من القنابل خلال الليلة الماضية فقط على ضاحية بيروت الجنوبية وحدها. هذا وتداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذي سيظهر الآن. هذا الفيديو مشاهدينا هو لاستهداف مسيرة إسرائيلية لسائق جرافة في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء إزالته ركام القصف الإسرائيلي وفتحه الطريق، إلا أن النتيجة جاءت بانفجار غدر به. طبعاً في الوقت ذاته أعلن حزب الله عن تصديه لمحاولات تسلل جديدة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالتزامن طبعا مع تداول فيديو لما اعتبره رواد التواصل تطبيق جيش الاحتلال استراتيجية التدمير الشامل في جنوب لبنان مثلما استخدمها في غزة. ويظهر هذا الفيديو مشاهدينا لحظة تفجير أول منزل في الجنوب اللبناني. طبعا التعليقات جاءت كثيرة حول هذا الموضوع. عدي يقول: سياسة الأرض المحروقة، في إشارة لما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني كما فعل في غزة. فضل يقول: مهما كانت التضحيات فإن العاقبة للمتقين. أيضا تعليق آخر: بيرلا تقول: الله يريح العالم من هذا السرطان. على صعيد العناية الصحية مشاهدينا، أعلنت 4 مستشفيات لبنانية تعليق خدماتها بسبب القصف المكثف الذي طال محيط هذه المستشفيات، محدثا أضرار جسيمة في المباني والمعدات. طبعا مستشفى سان تيريز في الحدث تعرض لدمار كبير بعد غارات عنيفة، مما استدعى وقف خدماته بالكامل، كما اضطر مستشفى ميس الجبل الحكومي في الجنوب إلى إخلاء منشآته بسبب انقطاع الإمدادات وصعوبة وصول الطاقم الطبي، فيما استهدفت قذائف مدفعية مستشفى صلاح غندور الخاص في مستشفى مدينة بنت جبيل الجنوبية، ما أدى إلى تعطيل العمل به. وطبعا ذلك بالتزامن مع إغلاق مستشفى مرج عيون الحكومي أبوابه بعد غارة استهدفت سيارتي إسعاف عند مدخله، ما أسفر عن إصابة عدد من الناس واستشهاد 4 مسعفين، طبعا يضافوا إلى أكثر من 100 مسعف من أيضا فرق الإسعاف وفرق الإغاثة الذين تم استهدافهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي. التعليقات جاءت كثيرة حول هذا الموضوع. هنا مازن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، بس الله غالب، غزة تنتصر ولبنان.
تعليق آخر، رانيا تقول: الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان استشهاد 11 مسعفا من طواقمنا الإسعافية في 3 غارات إسرائيلية جنوب لبنان، أعداء الإنسانية يقتلون مسعفي الإنسانية. طبعا مشاهدينا، خبرنا الأخير يلقي الضوء على ما يحصل أيضا في فلسطين مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها 365 وسط قصف الاحتلال عدد من المناطق داخل مدينة غزة وفي جنوب ووسط وشمال القطاع. طبعا نسف الاحتلال أيضا مباني سكنية تقع غرب مخيم المصيرات مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. طبعا الكثير من الصور التي تم تداولها يعني عن هذه الإبادة التي تحصل أيضا في قطاع غزة، وإلى جانب ذلك برز هاشتاج أوقفوا الإبادة ضمن حملة تضامنية مع قطاع غزة ولبنان، وهذه الحملة جالت مواقع التواصل الاجتماعي هنا. في هذه الحملة تقول: دعما لغزة ولبنان ورفضا للإبادة، دعونا يعني نتضامن مع غزة ولبنان. هنا على سبيل المثال أكرم يقول: بمناسبة مرور عام على العدوان الوحشي على قطاع غزة وما يتعرض له أهلنا في لبنان، ندعوكم للانضمام إلى الحملة التضامنية تحت شعار أوقفوا الإبادة. أيضا تعليق آخر هنا يقول هذا التعليق: أوقفوا الإبادة، أوقفوا الإبادة، يا الله فرجا ونصرا عاجلا غير آجل، يا الله أغثهم وفلسطين غزة لبنان. طبعا مشاهدينا يعني حتى الصور مؤثرة لهذا التضامن، هنا صور لطفلين أحدهما يعني يرتدي علم لبنان والآخر علم فلسطين، ومكتوب: bombing children is not self-defense، هذه ليست حماية عندما تقوم باستهداف الأطفال. طبعا هذه أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من هذه الأخبار ننتقل إلى أخبار عناوين بعض الصحف العربية ونعود. يعني عناوين الصحف هبة وأيضا عناوين مواقع التواصل الاجتماعي لليوم تحدثت عنها كلها عم تكون عن نفس الموضوع، عن هذا الوحشية خلينا نقول والعدوان الإسرائيلي كان على غزة أو على لبنان. أيضا غارات بالأمس، يعني الأرقام عندما تسمع بها يعني أكثر من 150 غارة كان بالأمس في لبنان، مناطق عم بيستهدفوها كأنه السيناريو يعاد، أنه في مناطق يعني يستشبه فيها خلينا نقول وهي عم بيكون فيها مدنيين، عم بيكون في كما ذكرتي أيضا قصف يعني سيارات الإسعاف والأشخاص يلي عم بيساعدوا بدهم يقطعوا يمكن كل الطرق المساعدة، بدهم يعملوا يرجعوا حصار، عم بيكون في يعني هجوم بري وبحري وجوي. أيضا بالأمس وقبل أمس كان في أيضا استهداف لمناطق المصنع أو الحدود بين لبنان وسوريا، يريدون بالفعل هيك يعني خلينا نقول توقيف كل سبل المساعدة أو الحياة أو أنه يكون في أي طريقة لتوصل مساعدات على لبنان. أيضا بالأمس في منطقة حتى اليوم يمكن فجرا منطقة الرفيد اللي هي برشية الوادي تم قصف منزل في مدير مدرسة، يعني استهداف المدنيين بهذا الشكل. صحيح. اليوم كيف التعليم بده يرجع؟ اليوم إذا المدير عم
يعني استشهد، وعم بيكون في يعني استهداف للمدنيين بكافة القطاعات خلينا نقول، وعم بتكون هيدي الحجج الواهية اللي تعودنا عليها من العدوان ما حدا قادر يوقفها. كمان اليوم مثل ما يعني اليوم قلت اليوم 13 على العدوان على لبنان، كأنه بالفعل رح نرجع نعيد سيناريو تعداد الأيام. صحيح. عندما بدأ العدوان على غزة منذ عام تقريبا، يعني بعد كم يوم بصلنا سنة، كنا حنقول يمكن كم يوم رح يوقف العدوان، ولكن وصل ل 365 رح يوصل. نعم. بعد كم يوم. يوم لا ندري أيضا مصير الحرب على لبنان إلى متى. ندعي دائما أنه هالحرب أنه توقف بأقرب وقت ممكن. هالعدوان الوحشي اللي عم بيطال الجميع بدون لا حسيب ولا رقيب. نعم، يعني أنا أضم صوتي إلى صوتك وأقول أيضا إضافة لذلك عهد أنه عدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية هو موضوع مهم جدا. يعني دائما نطلب من المواطنين إلى أنه يكون هناك وعي كبير. صح. جدا ما يحدث هو ضد يعني اليوم الإنسان بكل انتماءات هذا الإنسان بكل توجهاته. اليوم يعني يجب أن لا ننجر إلى الرواية الإسرائيلية التي تقول بأنه هذه الأماكن التي يتم قصفها هي أماكن عسكرية أو أماكن يتواجد بها بعض العسكريين. كلنا نعرف ما حدث في قطاع غزة، حتى الآن نتحدث عن 40,000 شهيد، وبوجود هذه الصواريخ التي يعني تستخدمها إسرائيل وهذه الصواريخ الذكية والتي تتبع ليست فقط يعني أشخاص وإنما تتبع أجهزة كما حصل في لبنان. يمكن أن نؤمن بأنه إذا كانوا يريدوا أن يستهدفوا العسكري هم يستطيعوا أن يقوموا بذلك، وإن كان ذلك غير مبرر. يعني نحن لا نبرر، ولكن يعني هم قاصدين بأنه يستهدفوا أكبر عدد من المدنيين، هم قاصدين بأنه يستهدفوا المستشفيات. تحدثت اليوم عن خروج 4 مستشفيات في لبنان عن الخدمة، عن أداء خدماتها أو يعني تقديم خدماتها للناس نتيجة القصف الإسرائيلي الذي لم يستهدف فقط البنية التحتية المحيطة لهذا المستشفى، وإنما استهدف المستشفى. يعني نتحدث عن مستشفيات تم استهدافها قصداً يعني لخروجها عن الخدمة. يعني هي أسلوب واستراتيجية، ولكن نعم. الأهم ذكرتي موضوع يعني اللبنانيين تضامن مع بعضهم البعض، وهذا موضوع أيضا سنطرحه خلال الحلقة، كيفية التعاضد وهالمساعدة اللي عم نشوفها، رح نتحدث بالتفصيل عنها في حلقة اليوم. نعم، نذهب أنا وأنت إلى فاصل، ومن بعده نكون مع فقرتنا الرياضية لليوم، انتظرونا. عدنا إليكم مشاهدينا مرة جديدة في صباح النور، والآن مع تمارين الرياضية. تمارين اليوم لليونة أو تمارين ليونة لتجنب تكلس المفصل، مفصل الورك، هو موضوعنا اليوم مع المستشار في الصحة واللياقة البدنية جان بيير فغالي. صباح الخير مجددا. صباح النور مجددا كمان. ذكرنا بس موضوع هيك الأكل سريعا قبل ما تبلش، هل بالفعل الوزن الزايد بيأثر على تكلس يمكن، أو أنه بيأثر على هالتمارين؟ بحط ضغط أكتر، وبس حط ضغط أكتر معقول يتكلس ويتخشن ويبطل يمشي مزبوط المفصل. طيب إذا تكلس المفصل هل في أمل أنه نرجعه مثل ما كان أو صعب؟ هلأ إليش فيزيائي بس بصيروا درجات وبعدين نوصل لتغيير الورك. يلا تفضل، ما رح أتأخر عليك ونرجع لك. يلا، فإذا مشاهدينا التمارين هي ليونة وحركة للورك لحتى ما يصير خشن ويبطل يتحرك مثل ما نحن بدنا، ونقدر نتجنب العملية على كبر لحتى نعيش حياة صحية. كيف رح نبلش؟ أول شيء رح نبلش على القاعد، رح نقعد مطرح جالس، رح نعلي إجرنا ونضغط عليها من هون ونرجع من نزلها. رح نعمل هيدا التمرين تقريباً 10 مرات كل ميلة. مثل ما شايفين أنا بكون هون عم حرك مفصل الورك بهذا الشكل. رح روح على تاني إجر، إذا ملاحظين عم حط إيدي هون وإيدي التاني هون لأكبس عليها لأخذ حركة كاملة للمفصل مثل ما شايفين بهذا الشكل. رح أعملها تقريبا 10 مرات قبل ما أقوم أعمل حركة تانية على الواقف. وهلا على الواقف مستحسن تكون مهدى، رح حط إيدي على البنش، رح أبرم وركي بهذا الشكل ونزله محلي، يعني بعلي ببرم وبنزل مطرح ما طلعت إجري نفس المحل مثل ما شايفين بهذا الشكل. وهون بكون عم حس أكيد بأوجاع لأن في عضلات ما بتشتغل معنا نحن وقاعدين كل النهار. ها
هلا رح روح على تاني اجر كمان بنفس الطريقه، ببرم بنزل برجعها محلها مثل ما شايفين كمان بهذا الشكل. هلا التمرين الثاني رح يصير رح رجع اجري لورا بلا ما طب جسمي لقدام، يعني شو عم رح ضلني مهدى، رح رجع اجري لورا ثبتها هون وارجع لقدام قدام، حطها على كعب اجري كمان عن جديد، برجع اجري لورا وانا عم حرك المفصل بحطها قدام كمان، رح اعملها تقريبا 5 مرات بهذا الشكل قبل ما انتقل على الاجر الثاني. رح روح على الاجر الثاني كمان بلا ما طب لقدام، لانه اذا طبيت لقدام المفصل بكون ما عم يتحرك اللي انا بدي احركه. رجع لورا ثبت ولقدام على كعب اجري مثل ما شايفين كمان عن جديد وثبت بروح وبرجع. التمرين يلي وراه رح يكون على الارض بهذا الشكل، رح جيب اجري حد بعض بهذه الطريقه بكواعي، رح افتح مفصل ورك بهذا الشكل مثل ما شايفين، رح اضغط وضلني ضاغط وتقريبا للعشرة قبل ما رخي. اول شيء حميت بهذا الشكل وبهذه الطريقه، بعدين بضغط ضلني ضاغط بعد للعشرة وبرخي كمان عن جديد مثل ما شايفين. كل ما جبت اجري لعندي كل ما صار اصعب انه انا افتح مفصل ورك بهذا الشكل. هلا رح روح على تمرين اخر، انا ونايم على جنبي رح احط اجر قدام والورك رح اطلع فيه لفوق مثل ما شايفين وبنزل كمان، رح اطلع بالورك وانزل، رح اعملها تقريبا 5 مرات ونكون عم حرك كل الميلات تبع المفصل كل الاتجاهات. رح روح على تاني ميل كمان على جنبي حط اجر قدام بهذه الطريقة وبعلي لحتى سير جالس كل جسمي وبنزل كمان عن جديد، رح علي وانزل، رح اعملها تقريبا 10 مرات او لحتى اتعب. بخلص هيدا التمرين برجع تاني ميل لريح هيدي الميلة، هالمرة اجري التحتانية رح افتحها بهذا الشكل ورح علي مثل ما شايفين وانزل كمان عن جديد، رح علي وانزل. في حال ايدها صعبة على كوعي بفتح اجري بعلي هيك صارت اهون بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. رح بدل، رح حط اجر مفتوحة لقدام واجر على الجنب على كوعي، علي بهذا الشكل وانزل. هون بكون مفصل ورك عم يصير عليه ضغط وكثير عضلات عم تشتغل نحن ما بنشتغل فيها نحن وقاعدين. هلا رح جيب البول رح ارجع على القاعد رح حط البول بين ركابي، رح علي اجري وافتح مثل ما شايفين بهذا الشكل وارجع انزل وبنزل. عظيم، بعلي بفتح اجري لفوق بكون الضغط على وراكي برجع بري برخي وبنزل كمان بعد مره. هلا بدي صعبها اكثر، بجيب الطابه الصغيره كمان بحطها على ركابي بعلي وبفتح هون، اذا ملاحظين بطل في توازن لانه الطابه صغرت بقى مفصل ورك عم يتحرك، بنزل بريح كمان عن جديد بعلي برجع بنزل. هلا كيف بدي صعب هذا التمرين؟ جبت حبل المطاطي رح البسه بهذا الشكل، رح حط الطابه هون، هلا صار في ضغط مقاومه انا عم بفتح اجري، رح افتح اجري بهذا الشكل كون ضاغط من هون ومن هون كمان عم بفتح لبرا في ضغط على اجري من الميلتين بهذه الطريقة، بنزل بريح كمان عن جديد بضغط وبفتح لحد للعشرة وانزل. خلصنا هيدا التمرين، رح روح على تمرين اصعب. هلا رح خلي الحبل المطاطي، رح استعين بالبنش، رح
افتح اجري لميلة برا، رح افتح اجري بهذا الشكل مثل ما شايفين وما نزلها، رح عد تقريبا للعشرة وارجع رجع محلها. كمان عن جديد بعد للعشرة برجع محلها بريح، كمان بعد مرة بريح. هلا رح ضلني على نفس الاجر بس هلا لقدام، رح اعلي لقدام عد للعشرة برجع. هون بكون بلشت اول عضلات يلي انا عملت لها ستريتشنج قبل بشوي، كمان بعد للعشرة وبرجع بريح بعد مرة. هلا لورا رح احط اجر قدام، اجر ورانية اتفش لورا وعلي اجري ما تضرب بالارض، لانه اذا الاجري لقيت بالارض هون ما قاله طعم التمرين. بهذا الطريقة رح عد للعشرة ورجع، كمان عن جديد بعد مرة بهذا الشكل. رح بدل، رح اشتغل بهذا الاجر، رح عد للعشرة وانزل، كمان بعد مرة. هلا لقدام بعد للعشرة وجاب رجع اجري محلها، كمان رح اعملها ثلاث مرات كل ميلة قبل ما انزل على الارض، واعملها انا ونايم على الارض رح تكون اصعب. هلا كمان لورا ما بطب لقدام، جسمي جالس بعد للعشرة، بذكر انه اجري ما تدق بالارض ورا، ضل عالية. كمان عن جديد وبرجع على الارض مع الحبل المطاطي. وهلا شو رح اعمل؟ رح احط الحبل المطاطي بهذا الشكل انا ومادد اجر، الاجر الثاني بدي اجيبها لعندي بهذه الطريقه مثل ما شايفين. رح عد للعشره وريح، كمان عن جديد رح عد للعشره كمان ريح. مثل ما شايفين التمرين عم بكون منه هين، رح روح على الاجر الثاني على قلية من مهلي، ما بدي الحبل المطاط يفلت ويعمل لي إصابة. كمان هلا كيف رح صعب هيدا التمرين؟ رح ريح اجري شوي بهذا الشكل، رح علي وسع ونزل ترجع على الصفر، رح علي اسحب لعندي وسع اجري وانزل على الصفر مثل ما شايفين، وبرجع كمان بسحب لعندي ببرم اجري لبرا وبتفشها برجع على الصفر. كمان عن جديد اخر مره لهيدي الاجر، كمان هالميل ببرم وبنزل برجع بسحب لعندي بفتح لميل برا وبنزل على الصفر عن جديد. هلا بدي صعب التمارين، بريح اجري بريح عضلات الورك، بفتح لبرا خلي اجري عالية وبنزل كمان بعد مرة وبنزل. وهيك بكون قويت عضلات ولينت العضلات لحتى ارجع اتمرن بشكل طبيعي وكون بصحة جيدة. وهيك يا عهد بكون شلنا الخشونة، اذا في خشونة شلنا التكلس وقوينا العضلات يلي نحنا ما بنستعملهم عادة. حلو، يعني نحنا بالايام هلأ نطلع بالإليفيتر، ما نطلع الدرج، ما منشو هيدي الحركة ما بنعملها، نضلنا عم نحرك هيدي العضلة لحتى نتفادى لبعدين هالأضرار خلينا نقول. صح. شكرا لك جون بيير فغالي على كل هالمعلومات. مشاهدينا ننتقل الآن إلى هبة ووقفتنا الطبية مع هبة وضيفة. شكرا لك عهد، وشكر موصول أيضا لجون بيير. ومشاهدينا، غالبا ما نقلق نحن الأهل بشأن ما إذا كان طفلنا يحصل على ما يحتاج من الفيتامينات والمعادن، فطبعا إذا لاحظنا أي تراجع في إقباله على النظام الغذائي على سبيل المثال نذهب أو نفكر مباشرة بالتعويض بالمكملات الغذائية. الأسئلة التي تطرح نفسها كثيرة حول هذا الموضوع، ماذا يقول ربما أهل الاختصاص في هذا الموضوع؟ كل التفاصيل مع ضيفنا الاختصاصي في طب الأطفال في مركز الفردان الطبي الدكتور رضوان غزال. دكتور رضوان أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. صباح النور هبة. يعني اليوم موضوع المكملات الغذائية، هذا الموضوع
اللي هيك في كثير من الاعتقادات السائدة نحوه، دائما بيخطر ببالنا انه المكمل الغذائي بحسن لنا صحتنا، المكمل الغذائي ممكن يكون بيساعد على النمو، المكمل الغذائي ممكن انه يساعد على تفادينا الكثير من الأمراض، رفع المناعة. هل هذا الاعتقاد في محله فيما يخصنا، او بالأحرى نحن نتحدث على الأطفال اليوم، يخص أطفالنا؟ غالبا لا، غير صحيح هذا الاعتقاد. الطفل الطبيعي لا يحتاج لأي مكملات، والمقصود في الطفل الطبيعي هو الذي يتناول طعام متوازن ويتعرض للشمس بشكل منتظم. فأكثر الأطفال لا يحتاجون للمكملات الغذائية، بعكس الاعتقاد السائد كما ذكرتي أن يجب أن أدعم طفلي بالفيتامين أو المكملات الغذائية. نعم. فغالبا هناك ما نسميه استخدام زائد، أو يعني استخدام لا داعي له للفيتامينات والمكملات في أكثر الأحيان. نعم. طيب كيف بنقدر نعرف أنه طفلنا عنده مشكلة، صار بحاجة ربما لهذه الفيتامينات، يعني لحتى نساعده إلى جانب غذائه وحركته؟ غالبا يعني نحن الأطباء أو الأهل يعني نعتمد على معلومات الأهل حسب الأعراض. فلكل فيتامين مثلا أعراض نقص معينة، وغالبا لا تظهر أعراض فيتامينات بسرعة. مثلا نقص الفيتامين دي هو مرض صامت يظهر بعد انقطاع طويل عن أو عدم تعرض للشمس لفترة طويلة. كذلك مثلا نقص معدن الحديد يحدث عند الأطفال الذين يتناولون طعام غير متوازن أو يشربون الكثير من الحليب لفترة طويلة، فيحدث لديهم نقص الحديد. فنعتمد على تحديد نوع الفيتامين أولا بالأعراض أو من خلال ما تقوله الأم عن الطفل الرضيع، ومن ثم نؤكد ذلك ببعض التحاليل المخبرية. نعم نعم. طيب دكتور، هل هناك عمر معين ربما بنقدر من يعني من ابتداء من هذا العمر أنه نعطي لابننا أي مكمل غذائي إذا كان هو بحاجة لإله؟ أكثر الأطفال حاليا يحتاجون للفيتامين دي مثلا بسبب قلة التعرض للشمس ونمط الحياة الحديث المغلق، يعني التنقل مغلق، الأماكن مغلقة خاصة في البلدان الحارة. فعادة نبدأ في الأشهر الأولى من إعطاء الفيتامين دي، خاصة إذا كانت الأم أصلا خلال الحمل أيضا لا تتعرض وهي حامل للفيتامين دي، للشمس عفوا، فيحدث لديها نقص فيتامين دي. وبالتالي مثلا الفيتامين دي من أول الفيتامينات التي نبدأ بها للطفل حتى وهو رضيع من الأشهر الأولى. نعم. كذلك الحديد، نقص معدن الحديد هو كثير الحدوث عند الأطفال، خاصة الأطفال الذين يتناولون طعام خالي من الحديد أو يشربون الكثير من الحليب. فنبدأ بإعطاء الحديد عادة ما بين عمر 6 شهور إلى 9 أشهر. نعم. فهذه أهم العناصر التي يجب أن نبدأ بها. عدا ذلك بقية الفيتامينات والمعادن لا نبدأ بها بشكل وقائي إلا بعد أو لا نعطيها بشكل وقائي أو علاجي إلا بعد التأكد من نقصها. نعم. طيب. فالأساس هو الفيتامين دي والحديد، هي أكثر ما يحتاجه الأطفال حاليا. نعم. طيب دكتور، يعني اليوم لما بنروح على الصيدلية حتى إن كان الموضوع يخص الأطفال نجد هذه المكملات الغذائية بمتناول اليد ويتم العرض عنها، وإذا تأخذ علبة هناك علبة مجانية ربما، يعني بإشارة لأنه هذا الموضوع أخذ أيضا بالشكل التجاري أكثر من ما هو ربما هو صحيح. موضوع طبي أو موضوع احتياج الجسم. صحيح. اليوم يعني هل كيف تنظر إلى هذا الفعل، وهل يعني مطلوب من الأهل أنه دائما عندما يريدوا أنه يعطوا لابنهم أي مكمل غذائي أن يعودوا إلى الطبيب، أو هناك مكملات غذائية آمنة كفيتامين سي ربما، هناك فيتامينات لها علاقة ب يعني آمنة هيك بيقولوا بالصيدلية أنه مثلا لتقوية مناعة الطفل؟ صح. أنا كل مكمل غذائي بدي أعطيه لابني لازم أعود إلى الطبيب، أو هناك يعني مساحة من الحرية لإعطائه المكمل؟ الأفضل عودة للطبيب دائما. والسبب ببساطة هناك نوعان من الفيتامينات ضرورية للأطفال والإنسان بشكل عام. القسم الأول هو الفيتامينات المنحلة بالجسم، هي A و D و E و K، وهذه يتم تخزينها في الجسم والتسمم فيها ممكن جدا. هذه الزمرة الأولى فيتامينات، والزمرة الثانية هي المنحلة في الماء، وهي مجموعة الفيتامينات B والفيتامين C. هذه خطر تسمم فيها أقل، ورغم ذلك التسمم ممكن ولكنه أقل. فإذا عدنا لسؤالك، هل من الضروري استشارة الطبيب؟ نعم. وخاصة المكملات الغذائية التي روج لها تجاريا تقدم على شكل مكملات غذائية أو على شكل حلوى فيها مواد مصنعة فيها سكر تؤدي إلى تخرب الأسنان
وأخطر ما يمكن أن يحدث هو تسمم. فالطفل عندما تقدم له الفيتامينات على أنها حلوة ويستسيغ طعمها، قد يقوم في لحظة من غفلة الأم أو الأهل في البيت وبتناول كميات كبيرة ويحدث التسمم له، خاصة فيتامينات المنحلة في الجسم كما ذكرنا A و D و E و K. فلذلك الأفضل عدم شراء الفيتامينات إلا بعد مشورة الطبيب لمعرفة وزن الطفل وتحديد الجرعة وتحديد المدة اللازمة لتناول الفيتامينات. نعم. طيب دكتور، الفيتامينات الزايدة اللي بتفوت بجسمنا هل تخرج منه بسلام أو هناك تداعيات يعني بتتركها على أجسامنا؟ نعم، كما ذكرت قبل قليل الفيتامينات منحلة بالجسم A و D و E و K تخزن بالجسم، وخطر تسمم فيها كبير على المدى القصير بجرعة عالية أو على المدى الطويل بجرعات صغيرة ولكن مستمرة. أما الفيتامينات الأخرى، مجموعة الفيتامينات B والفيتامين C، فخطر تسمم فيها أقل لأنها لا تخزن بالجسم. فمثلا الفيتامين دي حاليا هناك متواجد في كل منزل ويأخذه جميع أفراد الأسرة تقريبا، مع أن المصدر الأساسي للفيتامين دي هو أشعة الشمس وليس ما هو موجود من الفيتامين دي في الطعام أو في الدواء. حتى ما نستفيد منه من أدوية الفيتامين دي هو جيد ويعوض، ولكن يبقى المصدر الأساسي للفيتامين دي هو تعرض جلد الطفل أو الشخص الكبير للشمس. لذلك يجب عدم التعويل كثيرا على أن طفلي يأخذ فيتامين دي بانتظام، فيجب أن يتم تعرض الطفل والشخص الكبير للشمس. نعم، مهمة جدا هذه المعلومة. نعم. طيب دكتور، إحدى زميلاتنا عندما ذهبت إلى طبيبة الأسنان مع أطفالها، لاحظت طبيبة الأسنان وجود بقع على أسنان أطفالها، ويعني قالت لها بأنه هذا ربما هناك ترسبات لزيادة إعطائك للحديد ربما للأطفال. يعني أيضا التداعيات ممكن أن تظهر بشكل جلي ربما على أعضاء جسمنا، صحيح، أو أعضاء أجسام أطفالنا. صحيح، هذه من الآثار الجانبية المزعجة للحديد. قد نضطر بوصف، إذا شخص نقص الحديد عند الطفل سنضطر بوصف الحديد لمدة لا تقل عن 3 أشهر. نعم. وهذا يؤدي إلى تلون الأسنان. بعض منتجات الحديد الحديثة قد لا تلون الأسنان ولكن الخطر موجود، ويمكن تجنب ذلك بإعطاء الحديد قبل الطعام. الأفضل تناوله قبل الطعام وشرب الماء بعد تناول جرعة الحديد وتنظيف الأسنان. ولكن علاج نقص الحديد هو أهم من تلون مؤقت للأسنان، أو غالبا تكون هي أسنان لبنية سيقوم الطفل بتبديلها بالأسنان الدائمة. نعم. طيب. عفوا، الخطر الثاني للحديد هو أيضا التسمم. يجب الانتباه جيدا إلى عدم ترك أدوية الفيتامينات والمعادن مثل الحديد أو الزنك ما بين يدي الطفل، لأن خطر التسمم هو أكبر خطر قد يتعرض له الطفل من الفيتامينات أو المعادن. في أعراض لهالخطر، لخطر التسمم من الفيتامينات والمعادن؟ يعني لكل أم عم تسمعنا الآن، هل ممكن إذا لاحظت شيء على طفلها تعرف أنه هذا يعود إلى أخذه ربما جرعات زائدة من الفيتامينات؟ صحيح، للأسف أن التسمم الحاد قد يؤدي إلى أعراض واضحة وينتبه لها الأهل عادة. الأخطر هو التسمم المزمن، مثلا أم تعطي الطفل يوميا فيتامين دي بجرعات عالية ولفترة طويلة دون استشارة الطبيب، فقد يحدث لديه مثلا أعراض مبهمة لا ينتبه لها الأهل، مثل تكلس الكلى أو ترسبات في الكلى أو مخاطر أخرى أو بمعادن أو بفيتامينات أو معادن أخرى ليست جلية للأهل، وهذا خطر عادة ولا يتم تشخيص إلا متأخر. نعم. ولكل فيتامين أو معدن أعراض خاصة فيه، مثلا التسمم بالحديد، التسمم الحاد بالحديد قد يؤدي إلى الإقياء أو الإسهال أو تغيم وعي الطفل، تختلف الأعراض من معدن لآخر أو من فيتامين لآخر. نعم. طيب دكتور، أيضا هل هناك أعراض، لأنه عم تجينا أسئلة حول هذا الموضوع، هناك من تسأل أنه هل هناك أعراض لإحتياج جسم ابني للفيتامينات؟ مثلا إذا كان الطفل، لنتحدث مثلا عن الفيتامين دي، مثلا الطفل لا يخرج الشمس ولديه آلام في العظام، آلام في المفاصل أو آلام في العضلات، يشعر بالتعب بسرعة، لديه مثلا ما نسميه التضخم في المشاش هنا، هذه قد توحي للأهل، هي نسميها الأعراض الموحية بنقص الفيتامين دي. هنا يجب مراجعة الطبيب وتأكيد التشخيص بعيار الفيتامين دي. مثلا نقص الحديد يتظاهر كمعدن، يتظاهر نقص الحديد بشحوب الطفل
عصبية الطفل، تساقط الشعر، اللون شاحب أصفر كما يقولون. يعني الطفل بيكون مش بحالته الطبيعية ومش بنشاطه الطبيعي غالبا. إذا كان النقص مهم يمكن مشاهدة الأعراض حتى من الأهل، ملاحظة الأعراض. طيب دكتور، أيضا من ضمن الأسئلة اللي هيك بتتوارد على يعني بالنا، موضوع أنه الطفل لما يأخذ المضادات الحيوية دائما ما نستمع إلى وجهة نظر طبية تقول بأنه عندما يأخذ الطفل المضاد الحيوي الفترة التي بعدها بشكل مباشر يجب عليه أن يأخذ البروبيوتكس أو البكتيريا النافعة. هناك من يتحدث أيضا على أنه لا يجب أن يأخذ أيضا فيتامينات تحفز المناعة بالجسم، هل هذا محبذ أيضا؟ إذا كان وصف الفيتامين أو المضادات الحيوية لفترة قصيرة ليس من الضروري عادة. كان يأخذ الطفل مثلا لمدة أسبوع مضاد حيوي لعلاج التهاب الأذن أو التهاب العوم لمدة 8 أيام أو 10 أيام، ليس من الضرورة إعطاء الفيتامين دي، عفوا الفيتامينات بشكل عام أو المكملات بعد المضاد الحيوي. ما يحدث في المضادات الحيوية هي لا تخرب الفيتامينات، إنما تقتل الجراثيم الطبيعية المسمات بالفلورا في الأمعاء، وهي مسؤولة عن امتصاص وتتدخل في تركيب وامتصاص الفيتامينات. هذا هو أثر المضادات الحيوية على الفيتامينات. لذلك أحيانا إذا كان استخدام مضاد حيوي لفترة طويلة أو متكرر بفترات قصيرة يمكن أن يوصف مجموعة من الفيتامينات بعد مضاد الحيوي، ولكن ليس ضروري دائما. نعم. طيب هل هناك نصائح تريد أن تقدمها لكل أم تسمعنا الآن ربما تعطي الفيتامينات إلى أطفالها إن كانت على شكل مضغ أو إن كانت على شكل سائل، هل هناك نصائح معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ أكيد. أولا يجب عدم إعطاء الفيتامينات دون وصف الطبيب. ثانيا لا تقدمي للأم لا تقدمي الفيتامين أو المكمل الغذائي على أنه حلوى أو مكافأة، لأن الطفل سيعتقد أنه سيتناوله في أي وقت بدون إذن من أحد. ثالثا الالتزام بالجرعة أو الالتزام بالمدة ومراجعة الطبيب في حال حدوث أعراض جانبية أو كما ذكرتي أعراض التسمم. الفيتامينات والمكملات الغذائية التي على شكل مضغ لا ننصح بها كثيرا لأنها فيها مواد مصنعة، فيها سكر، تؤدي إلى تخرب الأسنان، خطر التسمم كبير. هذه أهم النصائح عادة وتكفي لتجنب المشاكل. الاختصاصي في طب الأطفال في مركز الفردان الطبي الدكتور رضوان غزال، أشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات الخيرة. شكرا لك. شكرا لك. ومشاهدينا نذهب إلى فاصل، من بعده نكون بنافذة على لبنان، انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا. تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدد من المدن اللبنانية وعلى ضاحية بيروت الجنوبية. دعونا نتعرف إلى آخر التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي من بيروت محمد شبارو. محمد شبارو صباح الخير. يعني اليوم هناك عدد من الغارات على الضاحية الجنوبية، هناك 13 غارة، هناك استهدافات أيضا لعدد من المدن اللبنانية. ضعنا في صورة الوضع على الصعيد الأمني محمد. صباح النور هبة. بالفعل يعني المشهد على حاله في بيروت في المناطق في الجنوب في البقاع، وليلة أمس وصل حتى الاستهدافات إلى مناطق جديدة لم تكن تستهدف سابقا، وتحديدا في الشمال اللبناني في منطقة البداوي وهو أطراف مخيم البداوي والواقع إلى شمال مدينة طرابلس. وهذه المنطقة فيها هذا كان الاستهداف الأول. يعني بطبيعة الحال في الضاحية مثلا يتكرر السيناريو ذاته، نتحدث عن روتين يومي من القصف الإسرائيلي تحديدا مع ساعات الليل، نتحدث بعد منتصف الليل تبدأ الغارات المركزة التي تستهدف عدد من أحياء الضاحية. ليلة أمس كانت الغارات استهدفت عدد من الأحياء من برج البراجنة إلى الشياح إلى حارة حريق وصولا إلى الحدث. أغلب المناطق في الضاحية في الأيام الماضية تم استهدافها، نتحدث عن دمار واسع في هذه المنطقة التي يعني هي مكتظة بطبيعة الحال سكانيا ولكن تم إخلاءها كليا، ولكن نتحدث عن كثافة في العمران
الطيران، وبالتالي أي صاروخ يستهدف هذه المنطقة يؤدي إلى دمار واسع، ولهذا أغلب الأحياء حاليا في الضاحية يعني فيها دمار واسع، أبنية مهدمة، بعض الصواريخ كانت عنيفة جدا، نتحدث عن أطنان من القنابل التي ألقيت. أمس الأول مثلا تم إلقاء أطنان من القنابل الخارقة للتحصينات التي أدت إلى حدوث يعني نوع من هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق، وقدرت بنحو 3.5 على مقياس ريختر، وبالتالي نتحدث عن نطاق تدميري واسع في أغلب الأحياء من الحدث السنتريز إلى الشويفات أطراف الضاحية التي تشكل النطاق الجغرافي إنجاز التعبير للضاحية، وصولا إلى عمق هذه المنطقة في الشياح، في حارة حريك، في برج البراجني، وحتى الأحياء الفقيرة، يعني نتحدث عن أحزمة من الفقر في الضاحية، وبالتالي أبنية متهالكة متصدعة، وبالتالي أي غارة في هذه المناطق تحديدا الليلكي تحويطة الغدير المريجي تؤدي عادة إلى دمار واسع كما كنا نشهد في الأيام الماضية. هبة، نعم نعم. محمد، أخبرني يعني عن وضع النازحين أيضا، خاصة مع توارد الطلبات من الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة عدد من المناطق، أيضا مناطق السكن، نتحدث عن ضاحية بيروت الجنوبية وعدد من المدن اللبنانية أيضا، شو وضع النازحين؟ هبة، الوضع لا يزال يعني مأساوي بكل ما للكلمة من معنى. نتحدث بحسب أرقام الحكومة عن أكثر من مليون نازح من الجنوب، من البقاع، من ضاحية بيروت الجنوبية. حتى الساعة الأرقام تشير إلى أن 250 ألف هم في مراكز الإيواء التي افتتحتها الدولة اللبنانية. الأرقام الباقية هم في منازل لدى الأقرباء أو تم استئجار شقق لهم، ولكن الرقم في مراكز الإيواء يعني تقريبا هو 250 ألف نازح، وهذا الرقم كبير جدا في لبنان. نتحدث عن أكثر من 900 مركز إيواء تم افتتاحه في بيروت، في محافظة بيروت، محافظات جبل لبنان، في محافظات شمال لبنان لإيواء النازحين. 700 من أصل 900 مركز وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وبالتالي بدأت الحكومة اللبنانية بتحضير مزيد من أماكن الإيواء، خصوصا أن هناك أعداد كبيرة لا تزال موجودة في الساحات العامة على الطرقات في محاولة لاستيعاب هذه الأعداد. ولكن الاستيعاب هي إحدى الخطوات. الخطوات الثانية الأهم هي تقديم الحاجيات الأولية أو الاحتياجات الأولية. الحكومة اللبنانية تقدر الاحتياجات الأولية بنحو 400 مليون دولار، حتى الساعة وصل للحكومة وعود بتأمين 200 مليون دولار، ولكن على الأرض المساعدات التي تصل إن كان من دول عربية أو أجنبية أو منظمات دولية حتى اليوم لا تزال قليلة جدا، لا تلبي الطلب الكبير والاحتياجات الكبيرة نتيجة موجة النزوح الضخمة التي شهدها لبنان. هناك خشية أيضا هبة من أن لبنان على أبواب الشتاء، وهناك خشية من أن تمتد العمليات العسكرية بالمعنى الزمني، وبالتالي هناك أزمة، لأن لبنان معروف بتضاريسه بأن فصل الشتاء قاس، بأن عدد كبير من النازحين بالأصل هم نزحوا باتجاه الجبال، باتجاه محافظة جبل لبنان، باتجاه القرى والمدن المرتفعة، وبالتالي إن حل فصل الشتاء من دون تأمين الاحتياجات الأولية ولاحقا متطلبات التدفئة وغيرها، سنكون في لبنان أمام كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. هبة، نعم. محمد، سؤالي أيضا الآن عن المستشفيات ووضع المستشفيات ومدى قدرتها الاستيعابية، مدى قدرتها أيضا لتقديم الخدمات، خاصة مع الحديث عن استهداف مستشفيات وخروج 4 مستشفيات بين جنوب لبنان وأيضا مستشفى سان تيريز عن الخدمة. يعني هبة، تحديدا المستشفيات الواقعة في المناطق التي تشهد قصف إسرائيلي مركز هي بدأت تتضرر بشكل كبير. مستشفيات 4 مستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي مستشفيات في جنوب لبنان، مستشفى بنت جبال ومرج عيون، إضافة إلى المستشفيات الأخرى. هذه المناطق باتت شبه خالية من السكان تقريبا في الجنوب وفي الضاحية، حتى مستشفيات مستشفى سان تيريز وغيرها، يعني أغلب اليوم العمليات الطبية تجري خارج نطاق المناطق التي يحصل فيها الاشتباكات المسلحة، أو عفوا القصف الإسرائيلي المركز. ولكن بطبيعة الحال يعني الضغط على المستشفيات لم يبدأ اليوم نتيجة موجة القصف العنيفة التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية، ولكن بدأ قبل نحو أسبوعين تقريبا منذ حادثة أو العملية الأمنية التي فجرت فيها إسرائيل أجهزة البيجرز واللاسلكي، وأدت إلى إصابة عدد كبير من الجرحى، إضافة طبعا إلى عدد كبير من الشهداء، وهذا أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات منذ ذلك الوقت. حتى الساعة المخزون المتوفر
في لبنان على صعيد المستلزمات الطبية للمستشفيات والأدوية لا يزال جيد، ولكن هناك خشية مجددا من أمد هذا العدوان الإسرائيلي، بمعنى أنه كل ما طال هذا العدوان كل ما حاجيات لبنان بإن كان الإنسانية أو الطبية ازدادت وارتفعت، وهناك خشية أيضا من حصار خانق على لبنان خصوصا بعد استهداف بعض المعابر الحدودية، المصنع يوم أمس، قبله أحد المعابر في منطقة الهرمل بين الهرمل وحمص، وهناك خشية أيضا مما يتردد إسرائيليا عن حصار قد يفرض على لبنان برا وبحرا وجوا، وبالتالي هذا يضاف إلى الخشية من توسع العدوان وإطالة زمنه، كلها عوامل تقلق كثر هنا في لبنان من دخول لبنان في أزمة إنسانية، أزمة صحية مستفحلة. نعم، مراسل التلفزيون العربي من بيروت محمد شبارو، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان مشاهدينا، وإضاءة على مساعدة النازحين مع عهد، إليك يا عهد. شكرا لك هبة وشكرا لمحمد شبارو. طبعا مشاهدينا، أثبتت المبادرات المجتمعية تعاضدا كبيرا في مساعدة النازحين في لبنان. اليوم نضيء على مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية ومبادرتها مع المديرة التنفيذية سهى زعيتر. صباح الخير سهى، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور، شكرا. سهى، بداية، مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية، ما هو دورها؟ تعرفينا هيك على الدور الأساسي الذين تقومون به في هذه الأيام العصيبة. أكيد، بس لعرف شوي، مؤسسة بنك الغذاء اللبناني هي مؤسسة بلشت عام 2012 وهدفها كان الحد من هدر النعمة. اليوم نحن عم نواجه ظروف صعبة من 2019 لليوم، كنا موجودين كمان على الأرض بعد الأزمة الاقتصادية اللي مر فيها لبنان وبعده عم بمر فيها وانفجار بيروت. اليوم نحن متواجدين ببيروت بنطاق تقريبا 8 مدارس وبمناطق خارج بيروت اللي هي صيدا، زوق مصبح، زحلة، الفاكهة وعكار، لنقدر كمان نغطي النازحين من منطقة جنوب أو من منطقة البقاع على هالمناطق. عم نقدر نأمن وجبات غذائية يوميا لهالأشخاص لنقدر نوفر هيدا الحق البسيط اللي هن عندهم اياه، نعم. ان كان ترويقه او غدا او عشاء، وبالاضافه المساعدات العينيه اللي كمان عم نقدر نوفرها، ان كان حليب للاطفال، حفاضات، هايجين كيتس للسيدات ولا للمكان اللي هن كمان موجودين فيه. عم نجرب كمان نوزع حصص غذائيه للأشخاص الموجودين ببيوت اللي كمان فاتوا على بيوت فاضية، عم نجرب قد ما فينا كمان نوفر لهم هالمواد الغذائية ليقدروا هن كمان يطبخوا ويقدروا يكفوا حياتهم. نعم، يعني سهى كما ذكرت أنه عملكم الأساسي هو قائم على جمع الطعام الفائض كان ولعدم هدر الأكل أو الأكل المهدور تستفيدوا منه من الفنادق والمطاعم وطبعا توزيع على المستحقين. الآن يعني مع الحرب ويعني صعوبة العمل، كيف تعملون؟ هل المصادر ما زالت هي نفسها أو يعني توسعتم في المساعدة؟ اليوم أكيد في كتير مبادرات شخصية عم تساعد، عم تتوجه لعنا تساعدنا إن كان مساعدات مادية أو عينية. في شرك لبنانية عم تقدر تمدنا بالمادة لنحنا بالمقابل نشغل مطابخ، وهالمطابخ عم بيكونوا مطابخ اجتماعية تابعين لمؤسسات نحنا كنا على تعامل معها خلال السنين اللي مرقت. عم نشتري وجبات جاهزة لنقدر نقدمها مثل ما ذكرت قبل. المساعدات عم تكون من شرك ومن أفراد ومن يعني مؤسسات كمان موجودة بلبنان وخارج لبنان. هالمؤسسات كمان عم بيكون في نوعين من المساعدات، إن كان نوعين، نوع
ان كايند دونيشن، يعني مساعدات عينيه او مساعدات ماديه لنقدر نغطي اكبر عدد ممكن من المدارس والاشخاص اللي موجودين ببيوت او كمان حتى على الطرقات، لانه عم بيكون كمان عندنا مبادره انه ننزل على المناطق اللي موجود فيها اشخاص وبعضهم قاعدين على الطريق، نقدر نساعدها بوجبات تقدر تاكلها اون ذا سبوت او حتى مي او فرش او مخدات. اكيد عم بيكون في تعاون بيننا وبين جمعيات ثانيه لنقدر نامن كل الحاجات. يعني غير تامين ايضا الحاجات الاساسيه والمواد الغذائيه وما الى ذلك، هناك امور ايضا ربما اليوم بحاجه لها انتم بشكل كبير، مثل الموظفين، مثل المتطوعين. الاكيد ان العدد كان قبل الحرب يعني ربما مختلف عن اليوم، كيف يعني عم تقدروا انه تجمعوا هذا العدد لتلبية كل الاحتياجات؟ اكيد اليوم نحن فريق العمل مجند لهالظروف، يعني عم نكون موجودين، يعني ما بدنا نقول 24/24، عم نكون موجودين خلال بنبلش نهارنا من الساعة 7-8 بيخلص نهارنا 12 بالليل لنكون أمننا على كل شيء وحضرنا لتاني يوم الوجبات اللي بدها تتأمن. الفريق عم بيكون مؤلف من متطوعين وفريق عمل لبنيس فود بانك اللي هو موجود على مدار السنة. المتطوعين كمان تغير أرقامهم من قبل الحرب مثل ما ذكرتي لهلأ، وكمان من قبل نهار الجمعة لليوم، لأنه مثل ما بتعرفي في كتير أشخاص ظهرت برات لبنان، في كتير أشخاص ظهرت على مناطق تانية داخل لبنان، فالأرقام تغيرت، بس بعدنا الحمد لله عم نقدر نأمن أشخاص تقدر تساعدنا بالطبخ، تقدر تساعدنا بالتوضيب، تقدر تساعدنا بالتوزيع. نعم. والحمد لله قادرين نكفي معهم، وأكيد دايما بحاجة لمساعدتهم لأنه بلاهم ما فينا نكفي. نعم، يعني سهى، اليوم بلبنان بالفعل عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف هالتعاضد بين اللبنانيين بشكل كبير بمختلف يمكن الطوائف، بمختلف الفئات، عم بيكون في بالفعل مساعدة كبيرة بين بعضهم، أشخاص عم ينشروا هذا موضوع خلينا نقول التبرعات والمساعدات بشكل كبير جدا. يعني أنت موجودة على الأرض هنا، كيف ترين هذه المساعدات ووضع النازحين هيك لو بشكل بسيط، تخبرينا عن وضع الناس الموجودة على الأرض اليوم؟ لبلش بالشيء الأول من السؤال، التكاتف والتعاون اللي عم نشوفه هلأ بالوقت الحالي، هيدا لبنان، هيدا اللي تعودنا عليه، هيدي الأخوة اللي ربينا عليها، أنه وقت حدا يكون عنده مشكل الكل يقف حده، ومن الصغير للكبير. يعني اليوم بارح كنت بمطبخ عم بيساعدنا بالمواد الغذائية بالطبخ عفوا، لقيت متطوعة، نحن كنا نشتغل على حملة توعية بمدارس لبنان، لقيت متطوعة عمرها 12 سنة عم تساعد بتحضير الأكل، تقشير البصل، فرم الجزر والكوسة، فكبر قلبي أنه حتى الجيل الجديد الصغير اللي بعده بالمدرسة ووقفت مدارسهم عم ينزل على الأرض ويقدر يساعد، أكيد بدعم من الأهل، وأكيد هيدا الشيء بيرجع لكل عائلة قد ايه قادرة تساعد. بالمقابل الأشخاص اللي عم بيكونوا موجودين على الأرض من النازحين، يعني نحن قد ما قدمنا مقصرين، لانه هن خسروا بيوتهم، خسروا اشغالهم، خسروا حياتهم. نعم. وفي اشخاص منهم خسروا افراد من عائلتهم، فنحن عم نكون موجودين حدهم لنلبي لهم كل حاجاتهم، وهن كمان عم بيكونوا كثير متفهمين انه الوضع اليوم منه وضع عادي، هو وضع استثنائي، فلازم يكون في تعاون، وهيدا اللي عم نشوفه. صحيح. انه شو ما قدمنا عم بيكون كلام حلو، عم بيكون كتر خيركم، وعم انه شكرا لوقفتكم حدنا. يعني بالفعل احنا دائما نعم. بنكون مقصرين بهيدا الشيء، لانه هيدا كثير قليل اللي عم نقدمه. يعني سهى بدي اقول لك بالفعل يكتر خيركم ويعطيكم الف عافيه، والاكيد انه نحن لو موجودين بلبنان كنا تطوعنا وساعدناكم، املنا فيكم كبير وبهالتعاضد وهالمساعدة الكبيرة بين اللبنانيين، وإن شاء الله بتدوم أكثر وأكثر. سهى زعيتر المديرة التنفيذية لمؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى مطبخ صباح النور مع الشيف لبنى. صباح الخير مجددا شيف. صباح الورد، يسعد صباحك يا رب. الخبز مع الثوم جاهز؟
يلا نحضره. يلا تفضلي. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا باول فقره عنا لليوم. رح نحضر مع بعض الخبز بالثوم والاجبان بطريقه كثير سهله وبسيطه، والعجين تاعتها بنقدر نستخدمها باكثر من نوع من العجائن. رح نبدا اول شيء نحضر مع بعض العجين. العجين لهذا الخبز بتحتوي على البيض، وانا بحب البيض لما يدخل بالعجائن لانه تركيبه العجين والتكستشر تاعها بيطلع مختلف واسهل للتعامل. فلحتى نبدا فيها، في عندي نص كيلو من الطحين 500 جرام رح اضيفهم عندي هون على العجانه. طبعا اكيد بنقدر نعجنها على ايدنا، ما في اي مشكله. رح اضيف عليها الخميره الجافه والفوريه، عندي معلقتين صغار فقط من الخميره الجافه والفوريه للطحين. انا مش من الناس اللي بتحب تكثر كميه الخميره لحتى العجين تتضاعف اسرع، لا، انا بحب اعطيها وقتها لتخمر واقلل كميه الخميره لحتى ما تعطيني نكهه ظاهره بهاي العجين. فاحنا بنحاول نقلل كميه الخميره ونطول وقت التخمير لنحصل على افضل نتيجه. رح اضيف كمان معلقتين كبار من السكر. لحظه، هي السكر. رح اضيف معلقتين صغار، مش الكبار، معلقتين صغار من السكر كمان للعجين، فالخميره والسكر قد بعض. معلقتين صغار من الخميره ومعلقتين صغار من السكر اضفتهم هون. ورح اضيف الخلطه السريه لإلنا احنا اللي هي المحلب. المحلب بيعطي نكهه رائعه لهذا الخبز، وهاي ما بتلاقوها باي مكان، يعني مش اي حدا بيقدر يضيف المحلب للعجائن. الاجانب اصلا ما بيعرفوها للمحلب، فاحنا تخيلوا قد ايه الاضافه الرهيبه اللي بنعطيها لانواع المخبوزات تاعتنا بالنكهات العربيه تاعتنا. هلا رح اضيف كمان عندي هون الماده السائله، في عندي الحليب 250 ملي تقريبا كاسة كامله، رح اضيف عليها معلقه من الخل. الحليب بحراره الغرفه، فانا ما رح يصير عندي بتر ميلك او حليب خاثر لانه بحراره الغرفه مش دافي عادي. ورح اضيف عليهم حبتين البيض. هاي هي المواد السائله بالوصفه، هاي عباره عن البيض، الخل والحليب. بضل عندي اخر شيء بس اضيف على المواد الجافه، معلقتين كبار من الحليب البودره قبل ما ابلش اضيف عليهم المواد السائله ونعجن مع بعض. وهاي هي العجينه اللي رح نستخدمها للجارليك بريد او خبز الثوم بطريقتنا احنا. فهلا رح نخلط المواد السائله بهالشكل، ورح ابلش اضيفها بالتدريج على العجين. لما نضيف الحليب بفضل ان نحط 200 ملي من الحليب مع البيض، لانه خلص ما دام نخلط مع البيض لازم نستخدمه، ونخلي 50 ملي على جنب. شفنا العجينه ناشفه، بنضيف ال 50 ملي الضايلين. شفنا العجينه امورها تمام، خلص بنكمل. العجين ثلاث مرات باستخدام نفس نوع الطحين، فانا عارفه قد ايه رح تاخذ حليب بالضبط، فهي رح تاخذ ال 250 ملي كاملين. رح اتركها هلا تعجن لمده 5 دقائق على سرعه واطيه، بعد هيك رح اضيف عليها معلقتين صغار من الملح، وعندي هون 50 جرام من الزبده، والزبده استخدموها من الثلاجه عادي، مش لازم بحراره الغرفه، لانه اصلا العجين لما تسخن بتخرب، فاحنا بنعطيها الزبده البارده بتبرد هاي العجين حتى لا الماكينه تخرب والعجينه تطلع ممتازه. بعد هيك رح نحط عجينتنا بوعاء فيه شويه زيت ونتركها ليتضاعف حجمها، ومثل ما قلت لكم لما نقلل خميره بدها وقت تخمير اكثر، بس النتيجه رح تطلع عنا رائعه. هي عجينتي بعد ما خمرت واخذت تقريبا ساعه وشوي بحراره الغرفه، لانه انا عندي هون المكان بارد، لحتى صارت عندي بهالشكل هذا. هلا رح نقدر ان نشتغل فيها. رح ارش عليها رشه طحين على الوجه. نحكي بسم الله. أحلى إشي بالحياة الشغل بالعجين، فعلا بريح الأعصاب. رح أرش عليها كمان رشة طحين، وهلأ بدنا نمدها ونمد عليها الحشوة. شو هي الحشوة؟ حشوتنا رح تكون الزبدة الدايبة، رح أضيف عليها
البقدونس رح نضيف عليها جبنة الموزاريلا، التوم المشوي، وكمان رح نضيف عليها شوي من الأعشاب الإيطالية. خليني بس الزبدة أحطها بالهون، رح أحطها كلها بالمايكروويف 30 ثانية عبين ما نعمل العجين. رح أمد العجين بسرعة على شكل مستطيل. لا ما هو مستحيل هدول 30 ثانية بهالشكل. هي المستطيل تاعنا، بنحاول نخليه مستطيل متساوي حتى نقدر نقطعها صح. هيك ممتاز. هلا اللي رح اعمله، لانه خلص الزبده بكفيكي، هي الزبده اللي عندنا اللي دوبناها لنحضر الحشوه، رح اضيف عليها الثوم المشويه شويتها شوي بالفرن، ورح اضيف عليها كمان شويه من زيت الزيتون، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه من البهارات الايطاليه او من الاوريجانو اي شيء متوفر عندنا، ومعلقتين كبار من البقدونس. رح أخلطهم مع بعض كتير منيح وأفردهم على العجين هالشكل. هل بعد هيك بنفرد عليها جبنة الموزاريلا، بدنا نقطعها لمربعات، يعني هاي هي الزبدة اللي جون بيير شافني وأنا بستخدم فيها، شافها من الشاشة. هلأ رح أرش عليها جبنة الموزاريلا 150 جرام، وخلوها تيجي عليها كلها، لأنه إحنا بدنا نستخدمها كلها مربعات، فكل القطع رح نستخدمها. نكبسها هيك لحتى تلزق عليها، هيك صارت ممتازة. هلأ رح تأخذ قطاعة البيتزا، وعلى قد ما بقدر رح أشيل هون الأطراف هاي، قد ما بقدر أعملها مربعات حجمها متساوي، يعني على قد ما بنقدر هالشكل. هلأ بالعرض، بعدين رح نجيب قالب التوست، خبز التوست، غلفته بورق الزبدة مثل هيك، مغلف بورق الزبدة، ورح نبلش ناخد طبقات العجين هاي ونطبقها على بعض بهالشكل هيك. نكمل هالعملية هيك، بعدين منروح على القالب ومندخلها فيه، وبنكمل هاي العملية لتخلص عندي كمية العجين كاملة. بعد هيك بنرجع بنتركها تخمر كمان مرة لمدة تقريباً خلينا نقول ثلث ساعة عبين ما يحمي عنا الفرن على حرارة 190، وبنخبزها بتاخد معانا بالفرن بحدود النص ساعة تقريباً. لما تطلع من الفرن نرجع منرش عليها شوية أجبان مثلاً جبنة البارميزان أو موزاريلا، ورش من البقدونس الفريش. خليني بس أمسح إيدي وأفرجيكم كيف حيطلع شكلها لما نطلعها من الفرن. منظرها خرافي والريحة مش عادية. طبعاً هاي انخبزت بالقالب، طلعتها من القالب لحتى تقدر تشوفها شكلها الحقيقي. شوفوا هالمنظر، وشوفوا لما نفتحها من النص، وبعدين شوفوا كيف الطبقات نقدر نفلتها عن بعض، اللي هي كل خبزة بخبزتها. مش قادرة أحكي لكم عن الطعمة والريحة، فعلاً فعلاً بتبكي قد ما هي زاكية. اللي بدي أحكي لكم إياه إنه أهم إشي الفرن ما يكون كتير حامي، لأنه إذا كان الفرن كتير حامي اللي رح يصير فيها إنها من برا رح تصير مقرمش زيادة، ومن جوا رح يصير إنها رح تضلها معجنة. فحرارة الفرن بدنا إياها تكون 190 مش أكتر من هيك حتى تطلع معانا ممتازة. القالب اللي عندي إياه هنا طوله تقريباً 30 سنتي، كان كفاية لكمية العجين هاي. إذا القالب أصغر بدكم تقسموها على قلبين. الأجبان اللي زادت ما دام السطح طبعاً عندنا إحنا نضيف ومعقم ومجهز، أكيد ما رح أضيعها، رح أخذها كلياتها
وأرجع أرشها على الوجه لحتى هلأ نخبزها مع بعض هالشكل ويلا على الفرن. وصحتين وألف عافية، إن شاء الله يا رب تكون وصفتنا عجبتكم وتجربوها. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شكراً لإلك. مشاهدينا بعد الفاصل، كيف تغير شكل الحروب في عصر الذكاء الاصطناعي، انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا، ووصلنا إلى فقرة تكنولوجيا لليوم. أشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل إريك شميد في مقال له بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أنه من الصعب تحديد أرقام دقيقة، لكن التقديرات تشير إلى أنه الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 34% على مدى السنوات الخمس الماضية، وتتزامن هذه الطفرة مع ثورة تكنولوجية أخرى تتكشف من حولنا ممثلة في الذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل مع الخبير في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم، والذي ينضم إلينا مباشرة من الكويت. ورولان صباح الخير. صباح النور هبة لك ولكل المشاهدين. يعني رولان دايما هيك تعطينا كل التطورات، واليوم الذكاء الاصطناعي دخل حتى بالحروب، الأمر محسوم؟ محسوم ومن فترة طويلة، مش موضوع جديد، بس مع الوقت لما بنحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي عم يتطور بشكل يومي. لأنه أول شيء بس أنا أشرح للعالم، عم نحكي الذكاء الاصطناعي شو يعني؟ عم نحكي عن شغلتين رئيسيتين. أول شغلة عم نحكي عن بيانات ضخمة، وهيدي البيانات يلي بيجمعوها ببرامج الذكاء الاصطناعي كل يوم عن يوم بتزيد، كل يوم عن يوم بيجمعوها من عدة مصادر، إن كان عبر أقمار اصطناعية، إن كان عبر طائرات استطلاع، إن كان عبر اختراق الأجهزة تبعيتنا، إن كان عبر بيانات مواقع التواصل الاجتماعي نحن نستخدمها بشكل يومي، إن كان عبر اختراق كل شيء بنسميه IoT devices، يعني الكاميرات عنا بالبيوت، التلفزيونات الموصولة على الإنترنت، أي جهاز موصول على الإنترنت ممكن يتم اختراقه. فكل هالبيانات بخزنوها ب إذا بدك big data centers، بسيرفرات ضخمة عندهم قدرة إذا بدك نسميها computing power لتو بروسس هيدي المعلومات والبيانات تيعالجوها بشكل كتير كبير، تيقدروا بمحل معين يقدر يحددوا البدنية بالطريقة البدنية ويقدروا يعملوا البدنية باستخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي. نعم، طيب كيف إذن وبناء على كل ما تحدثت به بيساهم الذكاء الاصطناعي بتغيير مفاهيم الحرب الحديثة؟ لما بنحكي بموضوع الحرب، الحاجة للذكاء الاصطناعي بتندرج بعدة أطر. أول شغلة كلنا بنعرف إنه الأساس الحروب هو موضوع التجسس، وهلأ بسبب الذكاء الاصطناعي صارت القدرة على التجسس كتير كبيرة. يعني خاصة نحن بنجي بنطلع هلأ كل شخص منا عنده بصمات، عنده بصمة اليد، عنده بصمة الوجه، عنده بصمة الصوت، وهول كلهم صار في الواحد يقدر يتبعهم. يعني انا اذا بمحل معين عندي بصمه صوتك، لو انت حتى ما معك جهاز موصول على الانترنت، اذا انت قاعد حد جهاز ثاني مخترق وهذا الجهاز الثاني سمعت انا صوتك عليه، بقدر احدد انت وين موجود باي لوكيشن. اذا انت ماشي على الطريق حد اي كاميرا موجوده، او حتى اذا في اقمار اصطناعيه، يلي هي اقمار اصطناعيه بطلت مثل قبل كثير بعيده، صارت قريبه مثل اقمار ايلون ماسك وغيرها، في اقمار مثلها بتقدر بمحل معين ترصدك بيس على بصمه وجهك، بيس على بصمه صوتك وغيرها. القدره على تجميع كل هالبيانات وتحديد الاهداف اوريدي صار عم يكون اسهل بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبنفس الوقت ترصد هول الاشخاص وعمليات اغتيالهم. يعني انا بقدر اغتيال شخص معين بمحل معين بين مجموعه مليون شخص من دون اي اصابه اي شخص ثاني باي ضرر، اذا انا بس هدفي استهدف هذا الشخص. نعم. فصار في عنا تجميع البيانات، دقه بالاستهداف ودقه بوصول اهدافنا اللي بدنا اياهم. طيب يعني معنى كلامك رولان انه الاجهزه الالكترونيه والاجهزه الذكيه اللي موجوده عنا ببيوتنا او التي يعني نمسكها كل يوم هي تتجسس علينا وهي من تقوم بالاخبار، يعني هالاجهزه هي غير امنه. بطبيعه الحال دائما بنعود وبنذكر انه اي جهاز موصول على الانترنت يعني ممكن يتم اختراقه. رولان ما في ولا اي شخص حتى اذا لم يكن موصول على الانترنت، يعني هناك خطوره.
رح اوضح شو قصدي لما قلت انه ما ضروري يكون موصول على الانترنت. بالنسبه للاجهزه ما ضروري، انا اذا اي جهاز عندي موصول على الانترنت ممكن يتم اختراقه، بس انا كشخص بالدول انا بدي اعيش بالعصر الجاهلي وما بدي يكون في عندي اجهزه وما بدي يكون عندي شيء. بس بنفس الوقت كلنا بنعرف كل دول العالم صارت مرتكزه على موضوع البصمات، يعني بكل الدول العربيه مجبور كل شخص منا يقدم بصمه الوجه، بصمه الصوت للحكومه اللي هو موجود فيها، بكل دول العالم صارت موجوده. فانا وماشي على الطريق لو ما معي اي جهاز، في كاميرات المراقبة موجودة على الطرقات أو الأقمار الصناعية أو غيرها ممكن ترصدني وتعرف أنا وين. أنا بس سافر من دولة لدولة عبر المطارات اللي عم بقطع فيها، عبر بصمات الوجه موجودة بكل كاميرات الذكاء الصناعي رح تقدر ترصدني. فالنقطة اللي عم جرب بوصلها، قد ما نجرب نقول أنا بدي أبعد عن التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ما فينا لأنه الموضوع منه بإيدي. نعم طيب، هذا من الناحية الحربية، لكن الذكاء الاصطناعي أيضا تجاوز هذا الموضوع، أصبح عامل حاسم بالأمن القومي، صحيح؟ 100%. ونحن أكبر برهان على هذا الموضوع بعطي مثلا شو كان عم يصير من فترة. أول مثلا موضوع تيليجرام وموضوع اعتقال مؤسس تيليجرام بفرنسا، كلنا بنعرف انه واحد من اسباب اعتقال مؤسس تيليجرام بفرنسا كان انه تيليجرام ما كان عم بيشارك بيانات المستخدمين تبعوله، وما كان انه بيعتبر انه هذا موضوع خصوصيه. بعد الاعتقال تبعوله شفنا كيف انه لسبب انه هذا موضوع امن قومي وفي عالم ممكن عم تستخدم هالمنصات لاشياء ارهابيه وغيرها، اضطر يشارك كل البيانات مع الدول اللي عم تطلب البيانات. فبمحل معين بس نحكي عن موضوع اي شيء اونلاين او كونكتد او اي موضوع تواصل بين على اي تطبيق او غيره، هذا موضوع بالنسبه لكل الدول موضوع امن قومي. الكل هلا الدول صارت عم تحكي عن موضوع اهميه الداتا والبيانات، صرنا عم نحكي عن انه موضوع انه انا الامن القومي للبيانات، يعني البيانات تبعي المفروض تكون انا عم بحصل عليها، انا عم بعالجها، واذا في اي بيانات مرتبطه باي تطبيق حتى لو ما كانت تابع للدوله تبعيتي انا المفروض احصل عليه، لانه هذا بيرتبط بالامن القومي تبعولنا. نعم طيب، في تقرير نشرته الجارديان نهاية شهر سبتمبر أشارت فيه إلى منصة ذكاء اصطناعي معروفة باسم الإنجيل، وهناك أيضا نظام اسمه فاير فاكتوري، هناك لافندر، هناك أنظمة متعددة تحدثت عنها، أخبرنا أكثر عن هذه المنصات. أول شيء كان جوسبل هو الإنجيل أو لافندر أو حتى ويلس دادي أو غيره، كل هول برامج الذكاء الصناعي تقريبا بيشتغلوا بنفس الطريقه، بس كل واحد عنده اهداف معينه. اول شيء الكل بيرتكز على مصادر البيانات، يعني نحن لما بنيجي نحكي مثلا عن موضوع لافندر، لافندر بيشتغل على يجمع معلومات عن كل الاشخاص اللي هن بدهم يستهدفون، وهذا لافندر برنامج ذكاء اصطناعي اسرائيلي، بيقدروا بمحل معين يجمعوا معلومات ان كان عبر مخبرين على الارض، كان عبر اختراق الهواتف، كان عبر الأقمار الصناعية، كان عبر اختراق أجهزة الذكاء الاصطناعي الذكية مثل أي تابلت أو سمارت تي في أو غيرها، بيجمعوا كل المعلومات عن أشخاص معينين وبيدخلوهم بهذا السيستم. هذا السيستم بيقدر يعالج كل هذه البيانات تحدد مين الأهداف يلي هو بده بمحل معين يستهدفها، وبقول له السيستم بمحل معين انه بنسبه 98% هيدا هو الهدف. نعم. بنسبه 90% هيدا هو الهدف. هلا من بعد ما نحدد الهدف في برامج ثانيه مثل ورس دادي وغيرها شغلتها ترصد هيدا الهدف وين عم يتنقل ومن وين لوين عم بيروح وكذا، تبس يوصل بمحل صاروا قادرين يستهدفوا يجوا ينفذوا العمليه تيستهدفوا. كيف تنفيذ العمليه؟ كمان بصير عبر درون ذكاء اصطناعي او غير طائرات ذكاء اصطناعي او صواريخ موجهه كمان عبر الذكاء الاصطناعي. رولان، يعني معنى ما تتحدث به انه يعني الوصول إلى كل هذه البيانات، تحليلها وجمعها وكل التعقيدات المرتبطة بها، بأنه يعني المعلومات المستشفى منها هي معلومات دقيقة 100%. هون ضروري نوضح هذه النقطة لكل العالم. أول شيء لما بنقول إنه الذكاء الاصطناعي مرتكز على موضوع البيانات، إذا بتنتبه قبل شوي قلت لك بنسبة مثلا 98% 90% 75%، لأنه دائما في عندنا ايرور مارجن. حتى الإسرائيلية اعترفوا إنه لافندر في عنده ايرور مارجن 10%، لأنه أول شيء لما أنا بجمع معلومات ممكن هالمعلومات تكون منا محدثة، منا دقيقة، ممكن تكون بايس أو منحازة. So مش إذا يعني نحن دائما بالذكاء الاصطناعي بنستعمل عبارة garbage in garbage out، يعني أنا إذا دخلت للذكاء الاصطناعي معلومات فيها يمكن شيء منه دقيق أو شيء منه صحيح أو غيره، أكيد رح يعطيني أشياء غير صحيحة. كرمالك شفنا هذا بالحرب الأخيرة، في كتير عالم من اللي بسميهم collateral damage، يعني أضرار جانبية ماتوا ما لهم علاقة بالحرب وما لهم المفروض يكونوا مستهدفين، بس بسبب أخطاء من الذكاء الاصطناعي كان بموضوع البيانات أو بمعالجة البيانات أو بتحديد الأهداف
صار عم يكون في عنا الخطا الكثير كبير بهالموضوع، وهذا موضوع كثير خطير. بس هذا الخطا الكثير كبير عم بيكون مثلا اذا بدنا نحكي عن لبنان، واذا بدنا نحكي عن ما حصل في غزه وعما يحصل ايضا، يعني عم بيكون هذا الخطا كبير جدا. يعني عم نحكي عن ارواح العديد من مش عديد، يعني عم نحكي عن ارواح المئات والالاف اليوم. صحيح، بس للاسف هبه يعني بتخيل المستخدمين الاسلحه الذكاء الاصطناعي حاليا من اسرائيل وغيرها ما بقى فرقانه معهم اذا بموت عالم اضرار جانبيه، بموت اطفال، بموت كبار، بموت صغار، عندهم اهداف عسكريه عم ينفذوها ومستعدين يدمروا القريب والبعيد بهذا الموضوع كرمال يحققوا اهدافهم. فكرمال هيك بهذا الموضوع اللي حضرتك عم تقوليه 100% صحيح، الاخطاء اللي عم تكون ناتجه عن استخدام الذكاء الاصطناعي خاصه من دون اي كنترول بشري، يعني خلص الذكاء الاصطناعي حدد لي هذا الهدف، ما معي وقت انا اعمل دبل تشيك للمعلومات واتاكد اذا هو مزبوط هدف ولا لا، سو يلا انا بستهدفه، ولو كان موجود ببنايه مع عائلته، لو موجود ببنايه سكنيه، لو شو ما كان موجود انا بدي اقتل الهدف تبعولي لو شو ما صار. نعم. وهيدي اكبر مشكل حاليا عم تصير. وطبعا ربما تكون هذه الاخطاء مقصوده، يعني رولان، يعني نسبه لما نرى اليوم. رولان، اذا في حدا، وانت هيك اشرت لشغله مهمه خلال حديثك، قلت انا اذا قررت انه بدي ارجع اعيش بالعصر ما قبل التكنولوجيا، لأي مدى ممكن هذا الموضوع يكون ناجح اليوم؟ لأي مدى الإنسان فيه فعلا يحيد نفسه عن هالخطورة اللي عم بنواجهها اليوم بحياتنا، حتى لو ما كان شخص يمكن يكون مطلوب ولكن بحاجة ليكون في عنده أمن لمعلوماته الشخصية؟ هل هذا اليوم متاح بال2024 ونحن على أبواب 2025 وهالتكنولوجيا اللي كتير كبيرة؟ هبة، للأسف الجواب الصريح والسريع لا، لعدة أسباب. أول شيء نحن صرنا بعصر ما حدا منا في يعيش بلا أي وسيلة اتصال. يعني في عالم يجي بيقولوا أوكي أنا ما بدي أجيب سمارت فون، برجع للتليفون نوكيا القديم أو أي شيء. بس ما حتى هول الأجهزة القديمة كمان ممكن يتم اختراقها، هول بنسميهم ليجاسي سيستم، أي جهاز قديم يعني ما بقى عم ينعمل له تحديث، الشبكات قديمة ما بقى عم تتطور ففيها ثغرات أمنية. شفنا الحزب بلبنان لجأ لأجهزة كثير قديمة اللي هي عم نحكي عن بيجر ولا سلكه، وتم استهدافهم عبر السين سميناه سبلاي تشين، اللي هو عرفوا من وين عم يجيبوا مصدر هالاجهزه وفخخوهم وبعثوا لهم رساله عليهم وفجروهم. فانا برايي هذا الموضوع صرنا بعصر بدنا نتعايش مع فكره انه نحن رح نكون مراقبين 24 على 24. حتى بدي اقول اذا انا قررت ما بدي اجيب ولا اي جهاز تواصل وبدي اعزل حالي عن العالم، طب بس انا ما بدي اسافر، ما بدي اطلع برات بيتي، ما بدي اروح على السوبر ماركت، ما بدي اروح على شوب، ما بدي اروح على مول، كلهم هو صاروا مجهزين بكاميرات ذكاء اصطناعي، بتقدر تاخذ كل البيومتريك انفورميشن تبعولي، بتقدر تترصدني وين ما بروح. الخبير في امن المعلومات والتحول الرقمي رولان ابي نجم، بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هالمعلومات القيمه، كنت معنا مباشره من الكويت، شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا إلى وقفتنا الأدبية، وحيث شكلت رواية مستر فيرتيغو نقطة تحول في مسيرة الكاتب الأمريكي بول أوستر، ورغم تضارب الآراء بشأنها إلا أنها تميزت بخلطة ناجحة بين الواقع وبين المتخيل، طرحت أسئلة الهوية والبحث عن الذات، وطبعا تفاصيل أكثر تطلعنا عليها الروائية فضيلة الفاروق في صفحات. بدأ شغف بول أوستر بالكتابة مبكراً قبل أن يلتحق بجامعة كولومبيا في نيويورك، حيث درس الأدب الفرنسي، وخلال هذه الفترة بدأ يكتب نصوصاً متأثراً بالأدب الفرنسي والأوروبي بشكل عام. بعد تخرجه من الجامعة عاش أوستر فترة من حياته في باريس، حيث عمل مترجماً وكاتباً حراً. كان أوستر يبحث عن نفسه وعن صوته الأدبي الخاص خلال هذه الفترة، ومع عودته إلى الولايات المتحدة بدأ يعمل في الكتابة بشكل أكثر جدية. أول أعماله الناجحة كان في مجال الشعر والترجمة، ولكنه لم يحقق شهرة كبيرة حتى نشر روايته ثلاثية نيويورك في الثمانينيات. هذه الرواية كانت نقطة تحول في مسيرته الأدبية، حيث بدأ الناس يلاحظون أسلوبه الفريد في المزج بين السرد البوليسي والفلسفة، وتلك الخلطة العجيبة بين الواقع والمتخيل المعقد لطرح أسئلة الهوية والبحث عن الذات.
وهذه هي الخلطة التي استعملها الكاتب في روايته مستر فيرتيغو التي صدرت أول مرة العام 1994 باللغة الإنجليزية، وقد صدرت باللغة العربية عن دار الساقي بترجمة مالك سلمان، وتعتبر اللغة العربية واحدة من 40 لغة ترجمت إليها أعماله. تتضارب الآراء حول هذه الرواية بالذات، هناك من يراها تستحق 5 نجوم وهناك من لا يمنحها أكثر من نجمتين. فعند البعض هي درس عن الأضواء والشهرة والمال، وهي كلها عناصر زائلة إذا لم يتخلى الإنسان عن أجزاء منها للحفاظ عليها، فيما البعض الآخر يراها نصاً استعار فيه الكاتب أحداث القصة الشهيرة الساحر أوز. تعيدنا الرواية إلى 20ات و30ات القرن الماضي، وتحكي قصة فتى يتيم يدعى وولت يعيش في سانت لويس. في سن 9 يلتقي وولت برجل غامض يدعى ماستر يهودي الذي يعده بتعليمه كيف يطير، فيأخذه تحت جناحه ويدربه على الطيران تدريبا قاسيا جدا يجعل الفتى يواجه العديد من التحديات الجسدية والنفسية، وبمرور الوقت ينجح في تعلم الطيران وتبدأ مسيرته كأعجوبة بشرية في عروض السيرك والمسارح المتنقلة. إلا أن الرواية ليست فقط عن القدرة الخارقة للطيران، بل هي أيضا رحلة وجودية لفهم النمو والهوية والمعاناة، بالإضافة إلى معاني النجاح والشهرة وما يتطلبه تحقيق الأحلام. يحلق والت في الأجواء ويذوق لذة الطيران والسقوط على التوالي، لكنه في الأخير يكتشف أن الحياة الحقيقية تتحقق حين تلامس قدماه الأرض. وفي الأخير، هل تعرفون لماذا كان عنوان الرواية مستر فيرتيغو؟ اقرأوا الرواية وستجدوه في الثلث الأخير منها. شكرا يعني لفضيلة. ونذهب أنا وأنت إلى أخبارنا المنوعة عهد، وأبدأ بهذا الخبر. باختراق طبي غير مسبوق تمكن علماء من جامعة نانكاي وجامعة بكين في الصين من ابتكار علاج فعال لمرض السكري من النوع الأول، طبعا بعد نجاح تجربة العلاج على امرأة تبلغ من العمر 25 عاما كانت تعاني من المرض لأكثر من 10 سنوات. بعد خضوعها لعملية جراحية مدتها 30 دقيقة استخدم فيها العلماء خلايا جذعية من جسمها وحقنوها في البنكرياس والكبد، بدأ جسدها بإنتاج الإنسولين بشكل طبيعي لأكثر من عام دون الحاجة إلى استخدام إبر الإنسولين. العلاج المبتكر مشاهدينا يعتبر ثورة بمجال الطب، حيث أعاد تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل تلقائي بعد 2.5 شهر من العملية. وعلى الرغم من أنه البروفيسور جيس كيلر من جامعة ميامي وصفه بأنه إنجاز مذهل، إلى أنه أشار إلى ضرورة الانتظار لعدة سنوات للتأكد من استمرار إنتاج الإنسولين قبل إعلان الشفاء الكامل من المرض. يعني اليوم كثير عم نسمع هبة بموضوع مرض السكري بالتحديد. نعم. وهالعلاجات اليوم أو التقنيات الجديدة اللي عم يستخدموها مع تطور الطب، أنه ممكن وأنا أتأمل أنه يوصلوا ليوم يلاقوا بالفعل علاج فعال لكل الأمراض المستعصية، لكل الأمراض طبعا. نعم. على كل حال سننتقل إلى خبر آخر. يلا. هبة، كيف يمكن للفن أن يعكس قوانين الفيزياء؟ دراسة جديدة أظهرت أن لوحة الليلة المرصعة بالنجوم لفينسنت فان كوخ تتبع أنماطا فيزيائية دقيقة، حيث اكتشف الباحثون أن الدوامات في السماء الليلية تتوافق مع قانون كولموغوركوف للاضطراب الذي يصف حركة الطاقة عبر السوائل مثل الهواء. إضافة إلى ذلك، كشفت اللوحة عن أنماط تعرف بتدرج باتشيلور التي تعكس انتشار الجسيمات الصغيرة في التدفقات المضطربة، مما يظهر أن أصباغ الطلاء في اللوحة تتبع هذه القوانين. هذا الاكتشاف المذهل الذي نشر في فيزياء السوائل يفتح المجال لتحليل أعمال فنية أخرى تحت نفس العدسة العلمية. الله، جميل جدا هذا الخبر.
جميل جدا لما يكون الفنان هو أبعد من مجرد فنان. صح. يعني لما يكون عالم، لما يكون حدا مثقف، لما يكون في عنده فكرة إن كانت علمية كما حدث في هذه اللوحة الليلة المرصعة بالنجوم، أو لما بتكون يعني حتى هذه اللوحة لها أبعاد يعني ربما ثقافية أو إنسانية، كلها جميلة جدا. دائما بنقول إنه اللوحات الفنية هيك بتعبر عن مشاعر الفنان. نعم. أو إنه أفكاره. قديش في لوحات اليوم يعني هذه اكتشفوها هلأ. نعم. وهذه لوحة مش جديدة، يعني قديش في لوحات بالفعل في إلى أسرار، في إلى خبايا وإلى قصص. يعني هاي أراءنا، بنتمنى من المشاهدين أنه يشاركونا أيضا بهذه الأخبار، وإذا كان لديهم خبر يقولونا إياه ونحن بنعرضه أيضا على شاشتنا وهي شاشتكم مشاهدينا. وفاصل أخير ونعود. عدنا مشاهدينا مرة جديدة ووصلنا إلى القسم الأخير من صباح النور. في زمن الحرب يكون العامل النفسي قوياً، أي التأثر بكل مجريات الحرب، خسارة أشخاص معينين، دمار ممتلكات، خوف على المستقبل، الشعور بمسؤولية عالية تجاه الآخرين وغيرها من الأفكار التي تتعب القدرة الذهنية على استيعاب الواقع. نعم يا عهد، فهل يمكن الحديث عن الإيجابية والتكيف في زمن الحروب والكوارث؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال نستضيف معنا الباحث في فلسفة السعادة والإيجابية الدكتور سليم زخور. دكتور سليم أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. صباح الخير. أهلا. صباح النور. صباح الخير. دكتور، بعملك بتركز بشكل كتير كبير على الإيجابية ونحن في زمن حروب كثيرة، كيف تقارب هذا المفهوم؟ صحيح، يعني الوضع أكيد صعب، ولكن أنا دائما بنطلق من المقاربة الشخصية والمقاربة الإنسانية بالبداية قبل ما نوصل للمقاربة العلمية، لأنه أنا بنشأتي أنا نشأت في لبنان، نشأت خلال الحرب، يعني خلقت بال 75 وعشت الحرب كلها، وعشت الاجتياح الإسرائيلي سنة 82 عن قرب ومعاناة، ومن بعدها عشت التهجير لمدة 12 سنة. هذه المعاناة اللي أنا عشتها بنطلق منها لا أقدر قارب الواقع الموجود اليوم. يعني أنا ما في إجي أحكي عن الإيجابية بالمطلق بوقت بشكل نظري. في معاناة كانت عندي، يعني أنا خسرت والدي خلال فترة التهجير نتيجة ضغوطات التهجير والحرب اللبنانية، فهذه الضغوطات اللي نحن عم نعيشها اليوم واللي الناس عايشينها أنا عشتها بشكل قريب من الواقع. هلأ انطلاقا من هذا الواقع الإنساني والشخصي ننتقل للمقاربة العلمية. ليش الإيجابية مهمة وليش مهم نحكي عنها؟ لأنه الإيجابية هي الحاجز النفسي الأساسي الضروري للناس. لازم يكون في مقاربة إيجابية عند الناس من أجل ما نوصل للتداعيات النفسية الثانية، ولكن هذا منه قضية سهلة كتير، تحتاج شغل وتحتاج جهد أكيد. نعم. طب كيف يمكن اليوم تحقيق هذه الإيجابية؟ يمكن يعني عم نعرف مثل ما ذكرت أنه في كثير من الأشخاص يمكن عندنا معاناة اليوم بالحرب، ولكن هل ممكن تحقيق هذه الإيجابية ولو بشكل بسيط وتحقيق الاستدامة فيها أيضا؟ صحيح، يعني نحن دائما هذه المفاهيم لما نخدها بالعناوين الكبيرة ممكن نضيع فيها. لازم نحدد شو يعني الإيجابية. الإيجابية بالنسبة لي هي التنمية المستدامة للأمل. يعني لما نحن بنحافظ على الأمل، ولما نعرف شو يعني الأمل، الأمل هو القناعة أو الإيمان بوجود فرصة بإمكانية تغيير. يعني اليوم لما نتطلع على هذا الوضع الصعب، يعني هذه عم نحكي عن حرب وعم نحكي عن معاناة، أي شيء من بعده هو أفضل. يعني تلقائيا لما منفكر بالمستقبل هو تفكير إيجابي، لأنه لما نفكر بالمستقبل أكيد هو أفضل. مشان هيك لما نحن نتطلع على المعاناة اللي الناس عم تعيشها اليوم، اللي نحن كلنا على سوا عم نعيشها، حكما الآتي أفضل. الأمل موجود، لأنه مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الظروف صعبة، لأنها كتير صعبة اللي بده يجي بعدين رح يكون أحلى. يعني الأمل دايما هو موجود ودايما لازم نركز عليه، وهذا دور لازم يعني كأخصائيين نشتغل عليه، وكناس موجودين بالمجتمع لازم نركز عليه بطريقة أكبر مشان الناس يقدروا يكون عندهم هذه النظرة لهذا الموضوع. نعم. هل تعتقد دكتور أنه الإيجابية بزمن الحرب
هي ممكنة للجميع أو هي محصورة ربما على فئات معينة؟ أوكي، هذا سؤال كتير مهم. الوضع اللي موجود خلال الحروب أو خلال الكوارث منه نفسه أو تأثيره منه بنفس الشكل على كل الناس. يعني أنا بقسمهم على ثلاث فئات، الأشخاص اللي هني عم يتأثروا بالوضع اللي عم بيصير أو بالحرب أو بالكارثة. عندنا الفئة الأولى اللي هي التأثير المباشر، الأشخاص اللي كان عندهم خسارة أحد من أحبائهم من أقاربهم، أو خسارة ممتلكات، أو انتقال من مكان إلى آخر. يعني التأثر المباشر بمجريات الحرب أو مجريات الكوارث، وهذا تأثر كبير، بيكون صعب نحكي مع هذه الفئة بشكل عن موضوع الإيجابية، لأنه الحالات النفسية بتبقى صعبة كتير وبدها متابعات تانية. الفئة الثانية هو التأثير غير المباشر، اللي هن الأشخاص اللي ما عندهم هذه الخسارات ولكن عندهم قلق، عندهم متابعة، وعندهم رغبة ممكن بعض المرات بالمساعدة. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة هي التأثر من بعيد، خاصة اللي هن خارج المساحة. يعني مثلا إذا عم ناخد مثلا اليوم الحرب القائمة بلبنان، اللي هن خارج لبنان، يعني إن كان اللبنانيين أو غير اللبنانيين اللي هن خارج لبنان وعندهم هذا الشعور الإنساني وهذا التأثر بالوضع القائم وحسين أنه هن لازم يعملوا شيء. يعني هن ثلاث فئات، المقاربات تختلف من فئة لفئة، ولكن التركيز بهذه المرحلة هو لازم يكون على كل الفئات. ولكن لازم نعرف، لأنه لما عم نحكي عن فئات كمان لازم نكون أكيدين أنه كل حالة، كل شخص هو حالة خاصة. يعني ما فينا نعمم بشكل كتير كبير، فينا نوضع الإطار العام، ولكن عند المتابعات لازم تكون المتابعات خاصة، لأنه كل شخص حالة خاصة بغض النظر هو بأي فئة ينتمي إليها. طيب في ظل يعني هالخسائر والألم اللي تحدثت عنها عن الأشخاص اللي بالفعل يعني متضررين بشكل كبير اليوم، كيف ممكن أنه تحقيق موضوع الامتنان اليوم؟ كيف هالشخص ممكن أنه يكون ممتن لهذا الواقع بغض النظر بالتفكير بالمستقبل أو الأمل لبعدين؟ صحيح، يعني الامتنان هو جزء أساسي اللي نحن بيساعدنا على أنه يكون نظرتنا إيجابية واقعنا اللي نحن عم نعيشه. ولكن ممارسة الامتنان يختلف من الظرف السلم إلى ظرف الحرب. نحن اليوم بهذا الظرف فينا نفسر أو نشرح الامتنان بشغلتين، اللي هني الشكر والتقدير. يعني عند الصباح أنا بشكر على النعم الموجودة عندي. أول شيء بشكر أنني أتنفس. إذا أنا عم بتنفس أنا موجود، أنا ممتن. يعني عم نحكي عن الأشخاص على قيد الحياة موجودين. الامتنان بيبدأ من هون، يعني الشكر بيبدأ من التنفس في الصباح ومن المحافظة على النعم الموجودة عندهم، العلاقة بالحواس، الأطراف، النظر، السمع. يعني الأشخاص اللي ما زالوا وهن شريحة كبيرة أو الأغلبية يعني من اللي عم بيعانوا ما زالوا يتمتعون بهذه النعم. فالشكر هو على الصباح على هذه النعم، وعند المساء نقوم بالتقدير. شو اللي منقدره بالمساء؟ رغم المعاناة الصعبة اللي ممكن الناس يكونوا عم بيعيشوها، ولكن هن قاموا بأعمال ساعدوا آخرين، قدروا أمنوا مستلزمات الحياة لأقاربهم، قدروا واجهوا بعض الصعوبات. عند المساء لازم نقدر هذا الجهد، رغم الصعوبات لازم نقدر هذا الجهد اللي نحن عملناه. بهذه الطريقة نحن بنكون عم نمارس الامتنان، بنكون عنا نظرة إيجابية ليومنا. أول شيء عنا الشكر لوجودنا لما نتمتع به بعد، وعنا تقدير للجهد اللي قمنا فيه من أجل أنه نستمر في هذه الحياة. نعم، منظومة الاكتفاء دائما ما يتم الحديث عنها، وهون أنا حابة أسألك عنها، وأسأل أنه كيف بنقدر نخلق هالمنظومة بظل ظروف الحرب الصعبة؟ أوكي، نحن لما عم نحكي على الاكتفاء لازم نميز بين شغلتين، دائما نميز فيهم الاكتفاء الغريزي والاكتفاء التفضيلي. لما عم نحكي عن الاكتفاء الغريزي هو الاكتفاء الذي يتناول الحاجات والرغبات الأساسية اللي علاقة بمستلزمات الحياة، يعني الأمان، الشعور بالأمان، to be safe يعني نكون بمكان آمن، المأكل والمشرب اللي هن أساسية لنحن نكون موجودين ونستمر بالحياة. عادة بأيام السلم هذه المساحات للاكتفاء الناس بيخدوها for granted، يعني بنخدها أنه أوكي نحن اليوم موجودين، تم تأمينها، ما بعود التركيز عليها، بصف التركيز على الجزء الآخر اللي هو اللي أنا بسميه الاكتفاء التفضيلي، اللي هو نحن منصير نشبع حاجات ورغبات أخرى إلى علاقة بنشاطات مختلفة، وبصير عندنا الفوكس تبعنا
يعني الامتنان تبعنا بصير مركز على هذا الاكتفاء اللي هو التفضيلي. اليوم ما عندنا هيدا رفاهية، اليوم كلنا سوا بنرجع على الأساس، بنرجع على البيسكس، على متطلبات الحياة الأساسية اللي هو الاكتفاء الغريزي. يعني بنركز على شو الأشياء اللي لازم نعملها، كيف ممكن نستمر بالحياة، كيف ممكن نساعد الآخرين يستمروا بالحياة، ومنخلي التركيز تبعنا يعني مثل وكأنه نحن عم نعيد ترتيب أفكارنا، نعيد نظرتنا بالحياة انطلاقا من المطرح اللي وصلنا عليه، ونرجع للأساسيات. ولكن هذه الأساسيات مهمة، نحن بالفترات السلم أخذناها for granted، ولكن بفترة السلم كان لازم نحن نكون مركزين عليها كمان، بس نحن ما تعودنا على هذه الطريقة. نعم. ولكن هي مهمة. طيب دكتور، هيك أخيرا وسريعا لو سمحت، أوكي، كيف بالفعل ممكن يكونوا الأشخاص اليوم إيجابيين بالوضع والواقع اللي عم بيعيشوا فيه بالحرب؟ أوكي، في نقطة أساسية بهذا الموضوع، مصادر المعلومات. يعني أول شيء نحن كلنا بحاجة نعرف شو اللي عم بيصير، ولكن لازم نحافظ على كمية المعلومات اللي بناخدها والمصادر اللي بناخدها، لأنه هذا بيأثر علينا بشكل كتير كبير. النقطة الثانية نحافظ، يعني نركز على الأشياء اللي عنا سيطرة، قدرة على السيطرة عليها. يعني في أشياء ما عنا قدرة على السيطرة عليها، ما بنقدر نتحكم فيها نحن، فكل ما نحن خففنا من تركيزنا على الأشياء اللي ما فينا نتحكم فيها ونركز على الأشياء اللي نتحكم فيها. في النظرة الواقعية إلى علاقة كيف نحن منشوف موقعنا اليوم انطلاقا بالمدى الزمني تبع حياتنا، لأنه وهذا بيوصلني للمدى التاريخي. يعني المدى الزمني نحن منعيش 70-80-90 سنة، اليوم في ظرف كتير صعب، هذا الظرف لازم نحطه على المدى الزمني بحياتنا، رغم أنه صعب كتير، ولكن لازم نحن نطلع عليه أنه هذا الظرف قديش حجمه، هل هو شهرين، هل هو سنة، هل هو سنتين، على المدى الزمني ككل، ونقدر نعمل تقييم واقع لإله، ما نكون عم نعمل تقييم مبالغ فيه. المقاربة الثانية هي المقاربة التاريخية لنقدر نكون كمان إيجابيين. لما نتطلع مثلا ما في حرب تستمر كل العمر، بلبنان خاصة عشنا حروب كتير، أو الحرب بتخلص. يعني آخر حرب عشناها بلبنان هي بال 2006 بهذا الشكل اللي نحن عم نعيشه اليوم، فلابد أنها تخلص. يعني التجارب التاريخية لما نتطلع فيها كمان بتساعدنا أنه نحن نتطلع للمستقبل، ونقدر نعرف أنه نحن هذا الظرف رح يتم تخطيه، ورح نقدر نوصل لطريقة أفضل إن شاء الله يا رب. هيك يعني يتم تخطي كل هذه الأزمات. بدي أشكر جزيل الشكر الباحث في فلسفة السعادة والإيجابية الدكتور سليم زخور على كل المعلومات القيمة. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية مع شيف لبنى، وإلى المطبخ. إليك يا شيف. أهلا وسهلا فيكم. خبزنا الخبز بالثوم صار جاهز، ضلنا نحضر مع بعض الكعك بالسمسم لحتى تكون أطباقنا لليوم جاهزة. هلأ وطبقنا الثاني رح يكون عبارة عن الكعك بالسمسم، طريقة كتير سهلة وبسيطة. كيف بدنا نحضره؟ يلا نروح على العجين بسرعة. في عندي هنا الزبدة وزيت الزيتون، فيها زبدة وزيت زيتون، خلطتهم مع بعض لحتى تجانسوا، صار القوام نوعا ما كريمي مثل الكريمة لما بنخفقها. إذا بقدر أفرجيكم إياها تشوفوا كيف هيك هيك القوام تاعها بيكون كريمي. خفقتهم مع بعض لحتى البيض الزبدة وزيت الزيتون تجانسوا مع بعض. هلأ رح أضيف عليهم المواد الجافة واللي هي الطحين مع الملح، البيكنج باودر والسكر. هدول هم كل المواد الجافة اللي عندي إياها بالوصفة هاي، رح أضيفهم على دفعة واحدة على الخليط عندي هون. بعد هيك رح أعطيهم خلطة بسيطة، بعد هيك حنضيف المواد السائلة واللي هي عبارة عن حبتين من البيض مع الخل. الفانيلا ما بتلبى عندي بالوصفة هاي لأنها هي مش وصفة حلوة، هو كعك بالسمسم جاي على مالح. القوام رح يطلع عندي قبل ما أضيف البيض مثل الرمل المبلول، هيك القوام بيكون عندي مثل الرمل المبلول. بعد هيك بضيف عليه البيض بلاقيه مسك حاله وجمد، فبالبداية بيكون عندي قوامه لسه ناشف، لازم نضيف المادة الرطبة لحتى يتماسك. فهلأ رح نضيف عليه الخل والبيض، نرجع نعطيهم كمان خلطة تقريبا يعني نقول 30 ثانية
بعد هيك بصير عندي العجينة جاهزة. رح نلمها على بعض ونتركها ترتاح بالثلاجة لمدة تقريباً ساعة قبل ما نبلش شغل فيها. هلأ أنا قسمت العجين لثلاث أقسام مثل ما أنتوا شايفين هيك. بعد ساعة بس من لما حضرتها رح أرش عليها رشة من الطحين. وين رحت بالطحين؟ هي رشة واحدة بس من الطحين حتى أقدر إني أشكله. معلش أعطوها عجنة هيك خفيفة بإيدكم تقدروا، لأنه هو يعني هي صح بسكوت بس يعني بتتحمل معنا عجنة خفيفة، مش هيلحق الجلوتين يشتغل منها، بس لح نمسكها لحتى نقدر نقطعها بهالشكل. عم بعملها على شكل اسطواني. إذا لقيتوها تشققت معكم من الاطراف ارجعوا بإيدكم شدوا عليها، هي بس بتكون بدها شوية حرارة من إيدكم، بتكون بردت كتير بالثلاجة بهالشكل. هلأ بدي أقطعها لقطع متساوية بهالشكل هيك. نقطع يعني هي حتعمل لي كمية كتير كبيرة، فتخيلوا يعني هي حتعمل ثلاث اسطوانات من هدول، كل واحدة منها بتعمل لي تقريبا 15 حبة، فكميتها كتير كبيرة. هدول الحبات هم رح يكونوا حبات البسكوت عنا. شو بدنا نعمل فيهم؟ هي جاي الكعك بالسمسم هذا جاي كأنها سميد. كيف؟ عندي هنا في موجود دبس التمر، رح أضيف عليه المي وأخلطهم مع بعض كتير منيح، وأنزل حبات البسكوت هاي بدبس التمر. بعد هيك رح أغطسهم كتير كويس بالسمسم. عم بستخدم هون السمسم المحمص مش السمسم الني، لأني بدي إياه لسه يتحمص بزيادة. ولا تنسوا إنه بما إنه بسكوت فهو مش هياخد وقت بالفرن، فما حيلحق هذا السمسم إنه ينحرق. أوكي؟ فرح ناخد حبات اللي عنا إياهم هون، رح أنزلهم بالمي ودبس التمر بهالشكل. وإذا لقيتوا العجينة طريت كتير بإيدكم بعد ما تقطعوها ورجعوها على الثلاجة شوي لتمسك حالها، لأنه كتير الشغل فيها بيكون أسهل. هيك بخليها تشرب شوي من المي ودبس التمر. بعد هيك باخدها مثل ما هي بصفيها وبنزلها بالسمسم. وبدنا هلأ نغلفها كتير كويس بالسمسم، وزي ما قلت لكم السمسم محمص. بعد هيك منرتبهم بصينية الخبز، وبفضل إن نوديهم كمان مرة على الثلاجة لحتى الزبدة تمسك حالها وحبات الكوكيز تطلع معانا تقرش. بعدين بنخبزهم بالفرن على، ولازم تكون الصينية عليها ورقة من يعني ورقة خبز. نخبزهم بالفرن على حرارة 170، بياخدوا معانا تقريباً 20 ل25 دقيقة. خليني أفرجيكم كيف رح أخذهم حبة حبة وأرتبهم على صينية الخبز قبل ما أدخلهم على الثلاجة، ومن الثلاجة رح يفوتوا عندي على الفرن بهالشكل. وخليني أفرجيكم النتيجة النهائية اللي رح تطلع معنا قدي رائعة. هاي الكعك عندي كعك السمسم مع كاسة شاي، ما بتتخيلوا قدي رائع. وشوفوا لي هالفتة شو حلوة، نمسكها هيك شوفوا شو حلو كعك هيك، هو جاي مالح نكهته رائعة وقوامه بجنن مع كاسة شاي على العصر. أحلى 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 أكلة، وصحتين وألف عافية. نكمل ترتيب حباتنا عشان أوديهم على الثلاجة، وأنا متأكدة إنهم كتير رح يعجبوكم إذا جربتوهم. أنا قلت يا شيف رح أكمل ترتيبهم لجيبهم لعند عهده هبة، طلعوا على الثلاجة. أنا مجهزت لكم كمية بالثلاجة. إذا هيك أوكي، بينت النوايا. يعطيك العافية. شيف تسلم إيديكي على الأطباق الشهية جدا. وطبعا مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من فقراتنا. غدا لقاء جديد وفيه عهد. غدا سنتحدث عن التلاحم بين الشعب اللبناني في عز الحرب. نعم، والتشوه الخلقي في الرحم موضوعنا الطبي للغد. وأخبار سينمائية منوعة في كلاكيت. انتظرونا مشاهدينا غدا وكل يوم على قناة العربي 2. أنا وهبة معكم غدا أيضا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.